هاي إسراء، هلو، أهلا 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 يا يسرى، أهلا يا عامر. شكرا إن أنت دايما متابعنا. هاي جماعة، أنا اسمي فرح الرفعي، أحد مؤسسين فين ماي ديزاين. مبسوطة إن نور الرفاعي معانا النهاردة لايف. طبعا he's a really great architectural photographer، فهنسمع منه أكتر بقى about his practice. أهلا بيكم جميعا. طيب أنا هدخل نور. أهلا، هاي هاي، ازيك؟ الاخبار ازيك يا نور؟ تمام؟ كله تمام الأخبار كله كويس؟ الحمد لله، كله تمام. الحمد لله. كل سنة وأنت طيب. وانت طيب؟ احنا أول مرة نتقابل ونتقابل اه أونلاين، بالظبط. فإن شاء الله المرة الجاية نتقابل يعني ان شاء الله. in a normal world let's say. شور ان شاء متحمسة الله. ان انت معانا النهاردة لايف. ثانك يو. متحمسة ان انت معانا النهاردة ونسمع اكتر بقى عن your practice. انا عارفة ان انت عملت لايف سيشن كذا مرة the past few days، بس قلنا بقى لا، لازم نسمعك بقى from film my design. And we'll dig deeper back into some of your projects. وحابين نعرف برضو what's your thinking process is لما تيجي بقى when it comes to architectural photography. أولا أنت أخبارك إيه؟ اتفضل. اديني نبذة بس الأول عن فيلم ماي ديزاين، علشان أنا لسه يعني برضو أعرفكم قريب، فقولي لي أنتوا بتعملوا إيه، أو يعني إيه الإيفنتس اللي كنتوا بتعملوها؟ هو أولا هو الصوت والصورة سمعنا كويس، شايفنا كويس. هو بيقطع شوية عندي، فبس عايزة أتأكد إنه كله سمعنا، إنه بس يعني انا thumbs سامع up كويس. كده. انا thumbs up كده لو انتوا سمعنا وشايفنا كويس. لأن احنا ممكن نكمل كلام ويكونوا مثلا مش سمعنا. طيب هديلك كده. اوكي، شكل ان احنا مسموعين. اوكي بيرفكت، شكرا. تمام طيب تمام اولا ثانك يو فور اسكينج واهتمامك. احنا في ماي ديزاين احنا 3 كو فاوندرز، انا فرح واحده منهم، وفي اسراء برضو شايفاها تبعينا، وندى. حاليا كل واحده فينا في حته. انا شور. واسراء حاليا في دبي، محبوسين في دبي، وندى حاليا بتعمل هير ماسترز في امريكا، محبوسه برضو في امريكا، فادعوا لها. بس فيلم ديزاين نقدر نقول هو it's a platform that celebrates design through film. فهو it's a, it, يعني we look at it as a design film festival. احنا اول edition of film my design كان السنه اللي فاتت في فبراير، كان 15 و16 of February of last year، وكنا عاملينه في زاويه في سينما كارير، تمام. وعرضنا 9 أفلام. 5 أفلام منهم كانوا أفلام محلية. كان some of the designers اللي اشتركوا معانا كان سام برودكت ديزاين، رياض أركيتكتشر، لازم أقولهم كلهم، engineering. لا مش يعني اوكي. وبعد كده اوكي. كنا حابين قوي يبقى في زي كروس كالتشرال دايلوج ما بين اللوكال والانترناشونال، فعملنا كولابوريشن مع ميلانو ديزاين فيلم فيستيفال، وعرضنا 4 اوف ذير انترناشونال ديزاين فيلمز. ف ات واز فيري انترستينج تو سي ان التصميم ده اتس ا يونيفرسال لانجوج، ما فيش حاجه اسمها في تصميم هنا وفي تصميم بره. اه طبعا اتس ادابتد تو
our the local cultural norms, let's say, or stories. ولكن في الأول في الآخر التصميم ده it's a universal language and it's يعني it's interesting to see برضو how people react or interact or go about it differently. فبس غير طبعا الأفلام اللي عرضناها كان في talks و panel discussions around the design و film و specifically ال design و film scene في مصر. ف it was really really interesting ونتمنى إن شاء الله يعني إحنا حاليا دلوقتي بنشتغل على second edition of film my design ويعني إن شاء الله يعني plan for next year. كل واحد كل سبحان الله كل يوم الواحد بيصحى كده بأخبار مختلفة فإن شاء الله خير يعني. هو انت ما تقدريش تعملي بلانينج لاي مواعيد دلوقتي يعني الموضوع كله لسه مش مفهوم اي حاجه تمام بس ان شاء الله خير ان شاء الله خير يعني it's interesting دلوقتي to see how creative institutes are reacting برضو to the situation يعني اللي كان بيعمل حاجه in a physical space دلوقتي بقى يعمل online whether it's talks او حتى screenings وكده كله قلب online فده يثبت انه يعني there are so many mediums or platforms that you can explore يعني أكيد المرحلة دي هتغير في حاجات كتير يعني هتغير يعني لما نرجع بقى للطبيعة الناس هتبقى خدت شوية experience في حاجات كتير ما كانتش هتعملها في الروتين الطبيعي أو في لو هي في الكومفورت زون بتاعها ال disruption ده ساعات بيبقى ليه بعد كده impact positive جدا لو حد فكر أو خد أو كان open minded يعني إن هو يستغل الفترة دي في إن هو يشوف إيه زي ما أنت قلتي كده إيه ال approaches أو إيه الحاجات التانية ده ممكن أقدر أعملها وإزاي بقى أستخدم ده بعد كده معايا بقى في لما نرجع للطبيعي يعني لما نرجع للinstitutions الطبيعية إزاي نستفيد باللي أنا عملته في الفترة دي فده ده بيحصل على كل المستويات يعني حتى في شغلنا كمان يعني انا في شغلي ممكن يحصل disruption معين اقدر ان انا بعد كده اطلع منه حاجه يعني فاهمه situation ده مثلا انا ما قابلتوش قبل كده طب ازاي احله فلما احله ابدا بقى اكتشف ان انا في حاجه احسن كان ممكن اعملها في الروتين فادخل دي او انتجريت ده في الروتين بتاعي الطبيعي فبيحصل زي progress فاهمه في progress في الحاجه اللي انت بتعمليها كل يوم فدي حاجة يعني لازم نفكر فيها برضو مش كله نيجاتيف يعني صحيح completely يعني أنا شايفة إنه دي فرصة شوية إنه الواحد يعني إحنا ك creative scene نحنا نشوف إزاي how to distract ourselves creatively نبقى somehow يعني الحاجات اللي إحنا مكناش عارفين نعملها يعني during normal times let's say فنشوف برضو how we can go about things. طيب انا بصراحه انا انت كنت تساليني انا عامل ايه حاليا عامه انا بصراحه كنت متوقع ان انا ان الموضوع هيطول معايا شويه انا لم يعني انا لما رجعت انا كنت اخر سفريه يعني كنت دبي وبعدين رجعت انا الحمد لله ان انا يعني رجعت قبل ما يقفلوا الدنيا كان ممكن اتحبس عندك عادي جدا فانا رجعت قعدت فتره لما بداوا يقفلوا بقى كل حاجه وقفلوا المدارس وكده فانا رحت قلت خلاص انا هاجل كل حاجه اجلت كل الشوتس واجلت كل حاجه وكنت متخيل ان الموضوع هيطول جامد بصراحه يعني انا دلوقتي بدات ارجع تاني شويه للشوتس فالدنيا يعني انا خدي بالك انا معظم الوقت انا بصور حاجات فاضيه ما فيش اشخاص ما فيش ناس أيوة. فانا بدات ارجع شويه للتصوير فدي خطوه مهمه جدا بالنسبه لي لان انا برضو الوقت الطويل اللي انا ما بصورش فيه ده بيجيب لي شويه اكتئاب فاهمه فلازم ان انا ابدا متفهمه جدا متخيله ففكرة ان انا بدأت ارجع شوتس دي حتى ولو هي لسه طبعا يعني كمان برضو رمضان يوجولي في الطبيعي رمضان بيبقى هادي جدا وانا كنت ساعات حتى بأجل شوتس بتاعت رمضان دي لبعد رمضان بالذات لو فيها اكستيرير علشان بيبقى توقيت التصوير مع الفطار شوية فكنت بأجل الشوتس دي دلوقتي انا ما يعني ما بأجلش عادي بروح اصور وافطر بعدين يعني عارفه مش مشكله بقى فاخر الفطار بتاعي شويه لحد ما اخلص الشوتس
فبس فلا انا بدات يعني انا بدات ارجع كشغل عادي، واظن ان بعد رمضان لو فضلنا على كده انا هرجع للشوتس عادي جدا. ايوه فبناخد بقى احتياطاتنا وكل حاجه دي اهم ونحاول ان حاجه. احنا يعني يعني طبعا على قد فهمنا، خدي بالك احنا مش فاهمين قوي الفيروس يعني وبيتنقل ازاي وكده، بس على قد فهمنا بنحاول ناخد الاحتياطات. صحيح وربنا يستر يعني. بس صحيح صحيح، ان شاء الله ان شاء الله. طيب خلينا كده let's step back كده few steps back شور شور ونتكلم اكتر على عن your studies. انا عارفه ان انت دارس عماره في جامعه القاهره، فينفع كده تحكي لنا؟ مظبوط. طبعا ممكن most of the people who are listening to us already عارفين يعني your background، بس ممكن نتكلم برضه للي مش عارف، وانا احب اسمع منك اكتر عن يعني دراستك وازاي بقى حصل مش شيفت في كارير، ولكن يعني you've become very very specific في how you see architecture. يعني انت دارس architecture بس دلوقتي you're actually practicing architectural photography، فتدينا كده زي just how that happened. Sure. شور sure. طيب انا يعني انا بصور من زمان، من قبل ما ادرس العماره يعني. انا وانا صغير كنت بصور، فكنت بستخدم التصوير كتول للدوكيومنتيشن عامه، الدوكيومنت رحله او تريب او اي حاجه. وكنا بقى كهوايه يعني بخش معارض وحاجات زي كده. ما كانش فيه ساعتها لسه سوشيال ميديا قوي، فاحنا كان الموضوع عندنا بالنسبه لنا بنتعلم ان احنا بنقرا ماجازينز او كتب. وخدي بالك انا سامع الصوت بيتكرر شويه عندك، فممكن لو الصوت عندك هو في يعني في حاجه اكو بتحصل في الصوت عندك انت غالبا من الساوند من السماعات بتاعتك انا يعني. مش بسمع صوتي حاطه متاخر شويه. اوبس انا مش انت حاطه مش لابسه ما هي دي هي earphones. دي المشكله، انا بسمع صوت غالبا الموبايل عندك او حاجه. طيب ممكن نعمل ايه؟ انا وطي المشكله الصوت عندي شوية. بس عندي اوطي الصوت عندي، ممكن ده يساعد مش عارفه. انتي مش هتسمعيني ممكن لو وطيتي. ها يا هسمع يعني، خلينا نجرب، ممكن تمام. اتكلم كده شوف نجرب. انا ما اعرفش ده الناس سامعاه ولا لا، بس انا سامع الايكو بتاعي بس. كده متهيألي لسه كده سامع تمام، الايكو انت سامعيني كويس كده احسن؟ اوكي احسن شوية. تمام. احسن ف اوكي. حد بيقول لك البي سي السماعات تبقى احسن، بس يا اتس جماعة فاين يعني. هي للأسف الإيرفونز مع الحجاب بيبقى الموضوع صعب شوية كمان. ولوجيستيكلي أنا يعني في حتة في البيت، يعني علشان أروح أجيب الإيرفونز هيبقى موضوع. خلاص خلاص تمام. لا طالما الناس إذا أوكي سامعاني مفيش يعني؟ مشكلة خلاص. اوكي. أوكي. فبقول لك، فكان ساعتها احنا بنقرا في ماجازينز او كتب يعني، نستنى بقى الماجازينز لما تيجي عشان نعرف اخبار التصوير ايه والفوتوغرافي وكده. وكان لسه كان بدأ يظهر ويب سايتس بس قليله جدا يعني. كان كامبريدج عامله ويب سايت كده اسمه تقريبا فوتوغرافي ان كولر او حاجه كده، من الحاجات القديمه قوي دي، الحاجات دي اللي احنا كنا بنتابعها يعني. وبعدين ان احنا نخش معارض، ما كناش بنشوف صور الناس بنفس السرعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي يعني. لو انا عايز اشوف صور حد بقابله بقى واشوف الصور بتاعته، يا اما بيطبعها لي يا اما بيوريهاني على اللابتوب بتاعه. فبرضه الناس عشان ما مش متخيله، الناس اللي هم دخلوا على طول على السوشيال ميديا اللي هو الجيل الاصغر مني مثلا ب 10 سنين او كده، مش متخيل قبلها كان الموضوع ابطا ازاي يعني، بطيء جدا. وكمان قبل كمان الديجيتال، ان انت علشان تصوري كاميرا فيلم وتعرفي وتشوفي الصور بعدها باسبوع وتكتشفي الغلطات اللي انت كنت عاملاها، فدي كلها كانت البروسيس ابطا كتير، بس كانت واضحه يعني. ايه يعني الحاجه اللي بتحصل كنت بركز فيها يعني. الغلطه اللي كانت بتحصل كانت بتعلم معايا قوي، انت بتتعلمي الحاجه يعني بشكل اكيد، فاهمه؟ لكن أي دلوقتي الدنيا انت ممكن تغلطي كتير قوي بس ما تركزيش في كل الغلطات اللي حصلت، فما تتعلميش بسرعه. اوكي. فهو كل حاجه ليها مميزات وعيوب. مهم. فانا كنت بحب كمان الرسم قوي، الرسم عامه كل انواعه يعني. وانا والدي فنون جميل عماره، تمام. انا اوكي والدي كان نفسه يدخلني زيه، كان نفسه يدخلني فنون جميله، بس انا في الوقت ده كنت لسه برضو صغير قوي مش عارف اقرر يعني. انا قلت له انا مش عارف لسه هخش ايه، بس انا عارف ان انا هندسه، تمام. فقلت خلاص انا هخش هندسه القاهره
وفي سنة بتاعت إعدادي هندسة دي بنقرر ماشي. فأنا يعني بأجل شوية ايوه القرار سنة. في إعدادي هندسة أنت بتمر بكل حاجة، بتاخدي بقى حاجات فيزياء، وبتاخدي حاجات تبع كهرباء، وحاجات تبع ميكانيكا، وحاجات كيمياء، وفي تخصصات كتير كانت برضو انترستنج بالنسبة لي غير العمارة. لما دخلت إعدادي وبدأت أشوف بقى الدنيا والصعوبات، وطبعا إعدادي كانت من السنوات الصعبة قوي عليا، فلقيت ان اكتر ماده هي كانت لحقاني في اعدادي هي الرسم الهندسي. دي انا كنت متفوق فيها، وكان رسمي يعتبر نظيف قوي، وبدات اكتشف ده، لان انا في الاول انا برسم مع نفسي ومفيش اي فيدباك، ما حدش بيقول لك انت بتعمل ايه، ده كويس ولا وحش. لكن لما دخلت رسم هندسي وبدات ان انا ادرسه بقى وارسم، بدات اكتشف حتى من المعيدين ان انا لا، ده انت كويس قوي في الرسم، انت عندك تخيل كويس في الكلام ده. فده طبعا بيديكي يعني بيديكي فيدباك، وبيفهمك ان انت كويسه في حاجه معينه ما كنتيش عارفاها قبل كده. فده اللي خلاني في اخر يعني اعدادي هندسه قرر لا، انا مش هخش بقى كمبيوتر ساينس والحاجات دي، انا قررت ان انا كويس قوي في الرسم، وانا عاجبني موضوع الديزاين، فانا هخش في عمارة. فالقرار جه من كده، جه في اعدادي هندسه، ما جاش قبل كده يعني. اوكي وانا بقى في عمارة بقى كنت بستخدم التصوير بتاعي كتول زي الرسم، زي ما انا كويس في الرسم برضه انا عندي حتة الفوتوغرافي اقدر استخدمها في الريسيرشز وكده. واحدة واحدة بدأت اكتشف أهمية التصوير عامة في العمارة، ان انت ازاي تبيني حاجات معينة، وتبيني حاجات الواحد ما بيشوفهاش عادي في المبنى مثلا، ممكن اوريها له ازاي في التصوير. فده كله كان يعني واحدة واحدة الحاجات دي بتيجي يعني في عقلك الباطن كده، بتديكي فكرة ان انت أيوة ممكن تكملي في ايه. فهو ده اللي حصل. انا ما قررتش يعني انا ما قررتش من اول ما اتخرج ان انا هبقى بشتغل في التصوير بس، انا كنت بعمل حاجات كتير يعني. لما اتخرجت كنت شغال بارت تايم في مكتب ديزاين، كنت بشتغل كديزاينر يعني، وكنت بصور للدكاترة اللي عارفيني، اللي هم عارفين ان انا بصور، لان كان ساعتها برضو الموضوع وورد اوف ماوث، ما فيش انت مش أوكي بتحطي حاجتك على السوشيال ميديا والكلام ده، كان لسه يعني فيسبوك بدأ يظهر في 2007، الناس بدأت تخش عليه في 2007، احنا الكلام ده انا بتكلم 2005، فقبلها بسنتين كان في ويب سايتس وفي حاجات بس مش سوشيال ميديا قوي يعني، ما فيش صحيح انستغرام، ما فيش فيسبوك الكلام ده. كان في ويب سايت قديم كده في الوقت ده اسمه يوس فيلم، ده اللي كنا بنحط عليه الصور ونبدأ نكتشف ايه ده في مصورين تانيين في مصر يعني، وابدأ اقابلهم بقى ونبدأ. وكان في في طبعا كوميونيتي جروبس، كان في بدأ يعني انا بدأت من يوس فيلم ده، كان في دكتور كده جراح اسمه خالد مرسي، هو بصراحة اللي قال لي تعالى انزل معايا وعرفك بناس تانية وكده. فبدأت انزل معاه كتصوير كهواية في الاول يعني، انا كنت بشتغل في التصميم وبصور حاجات مشاريع، بس الجزء الهواية بقى اللي هو بننزل نستكشف اي حاجة، ده عملته مع الدكتور خالد. ومع بدأ بقى هو يعرفني على الكوميونيتيز دي يعني، بدأ يعرفني على جروبس تانية وناس كتير بقى بتهوى يعني كهواية للتصوير. فلما بدأت حتى في التصوير كنت بصور حاجات كتير، مش بس بصور اركتكتشر، انا كنت بصور بقى لاندسكيب، بصور بورتريتس، بصور حتى فلاورز بقى والحاجات اللي هي فاهمة ماكرو والكلام ده. وواحدة واحدة بتكتشف ان انت يعني لا، انا عندي حاجة قوية في حتة معينة، وهي دي اللي انا عايز اتخصص فيها. فكنت باجي كل سنة مثلا ابص على الويب سايت واشوف ايه ده، لا الحاجات دي ملهاش اي قيمة مثلا، او ملهاش اي يعني مش قوية enough، فبشيلها لحد ما الموضوع وصل ان هو بس حاجتين هما الاركتكتشر والدوكيومنتري. الدوكيومنتري بمعنى ان انا بوثق حاجة، مش شرط التوثيق، ممكن يبقى توثيق مبنى يعني، ممكن يبقى برضه ستيل اركتكتشر، لكن ممكن يبقى توثيق حياة شخص في المبنى، فاهمة قصدي؟ أو بوثق علاقة الشخص بالمبنى، علاقة صحيح الناس بالمباني اللي حواليها. وده كان من صحيح البروجيكتس اللي كان يعني كان في بروجيكت كده دخلت فيه في 2006، ده كان توثيق الحمامات الشعبية، اللي هي interesting الحمام اللي هو المغربي، أوكي؟ فإحنا ايوه لفينا على كذا بلد. كان الأول بروجيكت، أول بلد رحتها معاهم كانت تركيا، اوكي وبعد كده بقى لفينا المغرب والجزائر، وكان طبعا مصر. هي احنا بنوثق الحمام الاثري اللي هو في مصر، في باب الشعريه، في الشارع كده في باب الشعريه في حمامين قدام جدا، هم طبعا مش شغالين دلوقتي يعني وحالتهم صعبه جدا، بس هو اثر، فده كان من طبعا الحاجات اللي بنوثقها.
في المغرب الحمام كان شغال، يعني الحمام كان في مدينة فاس كان شغال لحد دلوقتي. طبعا حالته برضه حالته مش كويسة، بس الناس بتستخدمه زي ما كانوا بيستخدموه من سنين، يعني بيستخدموه اكتر كسوشيال سبيس، ان هم بيقابلوا بعض في الحمام. فده كان من المشاريع. انا كنت بقى الفوتوغرافر، المين فوتوغرافر بتاع المشروع ده، فتعلمت حاجات كتير قوي. يعني تعلمت ان انا ازاي اصور لتخصصات مختلفة. مثلا حد البروجكت ده كان فاندد بالاتحاد الاوروبي، كان يوروبيان كوميشن، وهو في تخصصات في طبعا بلاد كتير قوي، وفي تخصصات كتير قوي، يعني في اركتكتس، في اربن ديزاينرز، في ناس بتوع السوشيال ساينتست يعني سوشيال ساينس، في ناس بتوع الهايجين اللي هم بيتكلموا عن الصحة والكلام ده في الحمامات. فكل واحد من دول كان ليه النيدز بتاعته او احتياجه ايه في الصور. فدي من الحاجات أيوة. اللي علمتني كتير قوي، وده هو ده بقى التوثيق. التوثيق مش بس اركتكتشر، في حاجات تانية كتير. الناس أيوة. ازاي الحمام ده بيأثر على حياة الناس اللي في المدينة. فكنت بلف المدينة كلها واوثق المدينة، والناس رايحة ازاي الصبح الحمام، ولابسين عاملين ازاي، وراجعين شكلهم عامل ازاي. فده كل ده دوكيومنتيشن يعني. فهم دول الحاجتين اللي انا كملت فيهم واحدة واحدة. طبعا واحدة واحدة بتلاقي نفسك انت في حاجات بتسيبيها وما عنديش وقت، ما عنديش وقت ليها، أيوة. وفي حاجات بركز عليها اكتر. فدي طب البروسيس معلش ببساطة سوري يعني. اقطعك، شور البروجكت ده شور موجود ممكن نشوفه on your website مثلا، او موجود عندك on Instagram account؟ انا عندي شوتس معينه. هتلاقي شوتس حاجات متاخده في المغرب، حاجات في الجزائر، بس كبروجكت كامل انا يعني كان كل صور بتروح مثلا لحد بروفيسور مثلا بيستخدمها في البيبر بتاعته. هو موضوع ساينتفك قوي، اوكي. فهي بيبرز يعني، فالحاجات كلها بتستخدم في حاجات ساينتفك وكده. بس طبعا في حاجات انا يعني بالنسبه لي دي كانت ماستر بيسز، دي اللي بدات بقى اطبعها واعلقها وحاجات كده من البروجكت ده. البروجكت اداني طبعا اكسس، اداني اكسس لحاجات كتير جدا. انا المغرب كنت طول ما انا ماشي عمال بصور، بغض النظر انا بصور للبروجكت او بصور لحاجه انا حاببها. فهو ده. فممكن هتلاقي حاجات، بس مش بروجكت كامل على بعضه على الويب سايت. فاهم قصدي؟ تمام. طيب لما نيجي نتكلم على architectural photography، هل في اساسيات لي، في principles معينة، fundamentals معينة؟ انا عارفة ان انت كنت او ما زلت بتدي courses، فينفع كده يعني in summary تدلنا كده key points، ايه اساسيات architectural photography؟ انا لما اجي امسك الكاميرا وعايزة اصور مباني، ايه الحاجات اللي انا مفروض يعني اخد بالي منها؟ Let's say. هو المبنى فيه اكستيريور وفيه انتيريور، اوكي. Okay. انت دلوقتي انت بتحاولي توثقي ايه؟ لو بتحاولي توثقي المبنى كاكستيريور، بتبداي تشوفي انا محتاجه اقف فين، الانجلز ايه الانسب. يعني هو هتلاقيني دايما بتكلم في الاركتكتشر فوتوغرافي على حاجتين: الانجل، ماشي، واللايتنج. انت if you figure out موضوع الانجلز عامه والكومبوزيشن والجزء ده كله، انت كده هاي غطيتي اكتر من 60%، اكتر من 60% من الموضوع، ماشي. ايوه بس ده موضوع معقد، ده موضوع الاصعب من اللايتنج انا ممكن سهل قوي ان انا اعلمه للناس، التكنيكس كلها بتاعت اللايتنج. وبعد كده الموضوع بيبقى ستايل، انا حابب ازود اضاءة او اقلل اضاءة، او استخدم الاضاءة بالشكل ده او بالشكل ده. الموديفايرز دي كلها ما فيهاش صح وغلط، دي كلها preferences، حد بيحب حاجة او شكل معين عن شكل تاني. ده بالنسبه أي لللايتنج. لكن موضوع الانجل هو ده بقى اللي فيه شويه جايد لاينز كتير قوي، ودي اللي احنا بنتعلمها واحنا بندرس عماره. لما بتدرسي مثلا الظل والمنظور، ازاي ارسم المنظور، اوكي. فهو ده بالظبط اللي انا بفكر فيه وانا باخد الصوره. الانجل ازاي هقف اصور المبنى ده، من انهي ناحيه هقف، بعيد واستخدم عدسه زوم شويه اللي هي تيلي فوتو، ولا اقف قريب واستخدم عدسه وايد انجل، محتاج عدسه شيفت مثلا لو المبنى عالي، ولا ان انا اطلع اقف على كرين، او في كرين يجي ويشيلني، او ان انا اشوف عمارة تانية اقف على السطح بتاعها. دي كلها قرارات علشان اشوف انا هاخد الانجل منين، ماشي. وبعد كده ببدا اشوف بقى التوقيتات اللي هي اللايتنج. ده في حالة الاكستيرير، اصوره الصبح بدري، الشمس زاويتها عاملة ازاي. فزاوية الشمس دي مهمة جدا لو انا بصور اكستيرير، لان زاويه الشمس هي اللي بتبين لك الكتل بتاعت المبنى، وبتبين لك التكتشر، عايزه التكتشر ده يبان اكتر ولا اقل، اوكي. ده ديسيجن برضو لازم تاخديه.
الكتلة مثلا دي ضلمت على بقية المبنى، ولا كان محتاج ان انا استنى الشمس تتحرك وتروح في حتة تانية فتديني شادوس بشكل معين. اوكي، فالقرار ده واحنا برضو بنرسم الظل، لما كنت برسم منظور وبعدين اجي ارسم الظل بتاعه، قرار ان انا احط الشمس فين في المبنى عندي ده مهم جدا، لان ده بيغير تماما شكل المبنى او شكل الواجهة اللي انت بتصوريها. اوكي، بالنسبة للانتيريور بقى، لما تخشي جوه المبنى، جوه المبنى ده انت بتتعرفي على سبيس كانك بتتعرفي على شخص جديد. اوكي، السبيس ده عباره عن حاجات كتير قوي، فاريبلز كتير قوي، بيديكي احساس معين. اوكي، الفاريبلز دي كلها لما بتشتغل مع بعض بتديكي احساس معين، فانا بحاول ان انا انقل الفيلينج ده، انقله من خلال الصوره. ففي السبيس، هل هاخد جزء منه يديني الاحساس ده، ولا هصور صوره وايد انجل تبين السبيس كله، فايه هدفي من الصورة في الاخر وانا بغطي السبيس. نرجع برضو نفس فكرة الاضاءة، هنور ازاي، هنور على الفرنتشر ولا هو مفيش فرنتشر مثلا، وهو السبيس حاجة بابليك سبيس مثلا، هبين انه واسع قوي، هل هيبقى فيه اشخاص ولا مفيش اشخاص عشان تبين السكيل. فدي كلها قرارات، بس قبل كده، قبل حتى القرارات دي، لازم تلفي في السبيس وتحسي بيه شوية، يعني تاخدي كده زي تعملي تور وتبدأي تشوفي السبيس ده بيديكي احساس عامل ازاي. اوكي، لان انت دي في مرحله، دي مرحله البرسبشن. مرحله البرسبشن دي انا ممكن اقعد اتكلم عليها كتير قوي، بس احنا الوقت عندنا برضو ليميتد. بس انا ممكن اشرحها لك، انا ممكن اشرح لك اصل موضوع البرسبشن ده هو كل حاجه. انا بقول لك يعني انت لو وصلتي لموضوع الانجل، حتى لو انت عرضتي صور بعد كده، انا هشرح لك البرسبشن بيفرق ازاي في الصوره وانت بتعرضيها. بس خليني اشرحها لك بسرعه كده علشان برضو الناس تبقى معانا. لما بنقول لما بقول perception، perception يعني إدراك، ماشي، الكلمة العربي بتاعته إدراك. المشكلة إن كلمة إدراك دي كلمة أشمل شوية، يعني كلمة إدراك لما بنقول إن أنا بأدرك الشيء، يعني أنا بشوفه وبفهمه، دول حاجتين، ماشي، دول حاجتين مختلفين عن بعض، وفي ما بينهم وقت، اللي هو بمعنى في الإنجليش اللي هو perception وrecognition، ماشي، perception و recognition. احنا بنقول على perception ادراك، بس هو بمعنى ابسط انا ممكن اقول perception هو ان انا بشوف، و recognition هو ان انا بفهم، ماشي، بشوف وبفهم، الاثنين دول مع بعض هما الادراك. اوكي تمام. دلوقتي طب ايه الفرق؟ الفرق ان انت لما بتشوفي حاجه، بتشوفي اللي هو perception ده، لما بتشوفي حاجه، لو انت فتحتي عينك وقفلتيها مثلا، دخلتي في سبيس فتحتي عينك لمده ثانيه وقفلتيها، عينك دخل فيها كميه information رهيبه، ماشي، بيحسبوها بحاجه اسمها النيورون، بيقول لك ان بيخش amount of information 10 to the power 20 نيورون في المخ، بيخش الكلام ده كله للمخ، يعني 10 وجنبها 20 صفر. اوكي ماشي، طب يعني بيت النيورون ده اللي هو ما يوازي بيت اوف انفورميشن. اوكي طيب، المخ ازاي هيقدر يستوعب كل ده؟ هو المخ مستحيل ان انت تستوعبي كل الانفورميشن دي، فهو بيبدأ صحيح. يرمي الانفورميشن دي، يبدأ يتخلص من كل حاجة ملهاش لازمة، ويبدأ ياخد حاجات معينة اللي هيبدأ يعمل لها بروسيسنج. النيو كورتكس بيعمل بروسيسنج للانفورميشن دي، تمام، في الثانية، بيقول لك في الثانية المخ بيعمل بروسيسنج ل 25 نيورون من اللي بيخشوا دول، 25 بس. اوكي، فأنا رميت كل الانفورميشن واخترت 25 حاجة في الثانية أبدأ أعملها بروسيسنج عشان أفهمها. اوكي، عشان كده لما الناس بتمشي في سبيس احنا مش بنشوف نفس الحاجة. اوكي، في نفس الوقت، يعني في نفس الثانية انا بشوف حاجات وانت بتشوف حاجات تانية خالص، ممكن انا بشوف ما بيننا وفي نفس الثانية دي الكومن ما بيننا 3 حاجات مثلا. اوكي، لكن انا شفت حاجات تانية وبدأت افهمها وانت بتشوف حاجات تانية وبتبدأي تفهميها. فطبعا لما بنقعد مدة، انا بتكلم دلوقتي كل ده على الثانية، طبعا احنا طول ما احنا قاعدين مدة بنبدا في الاخر نشوف كل الحاجات، نبدا ايه، نبروسيس معظم الحاجات احنا الاثنين، فيبدا يزيد الحاجات الكومن. بس احنا لو دخلنا جري في سبيس وخرجنا بسرعه، انا هقول حاجات وانت هتقولي حاجات تانية خالص. طيب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ايه؟ ايه المخ؟ المخ بيختار ال 25 حاجه دول على اساس ايه؟ على اساس حاجات كتير جدا بقى، على اساس انت اتربيت ازاي؟ الاكسبيرينس، الباست اكسبيرينس بتاعتك، ماشي؟ وعلى اساس السيتويشن اللي انت فيه ده، هل انت خايف مثلا؟ يعني فكره الفايت اور فلايت، اللحظه، لو لحظه فايت اور فلايت دي، انا مخي هيبدا يختار الحاجات الفيري دينجرس عليا علشان يحميني، فهيبدا يشوف الحاجات الشارب ايدجز،
هيبدأ يشوف أي حاجة بتتحرك بسرعة إنه ممكن أخبط فيها، أوكي، وهيبدأ يتجاهل كل الحاجات التانية. لو أنا في حالة ريلاكسد جدا وعايز إن أنا مثلا أستمتع باللحظة، هيبدأ يشوف الحاجات اللي هي فيها enjoyment، أوكي. لو أنا تعبان جدا هيبدأ يشوف الحاجات اللي تريحني، هيبدأ يشوف الكراسي إيه اللي ممكن أقعد. فالمخ بيشتغل على واو أساس الحالة النفسية بتاعتك، ففي variables كتير قوي، أوكي. طيب let's say وفرضنا ان انا وانتي شفنا نفس ال 25 حاجه، اوكي، في الثانيه. هنبدا بقى نعمل لها ريكوجنيشن، هنفهمها. ده بقى موضوع تاني خالص. هنفهمها على اساس ايه؟ لو انا وانتي شفنا مثلا لون احمر، ممكن انتي تشوفيه على انه دم وانا اشوفه على انه مثلا عصير، اوكي. فده معتمد تاني على حته الاكسبيرينس بتاعتي. لو ناس جايه من سيتويشن فيه حروب كتير قوي، هيبدأوا يفهموا حاجات معينة مختلفة عن ناس تانية عمرها ما عاشت فترة حرب، وهكذا. ففكرة الريكوجنيشن دي تاني بتغير كمان، إن حتى لو صدفت إن إحنا شفنا نفس الحاجات في مرحلة البرسبشن، في مرحلة الريكوجنيشن بيحصل تغييرات تانية، أوكي. كل ده البروسيس. أنا بقى في بقى لحظة، أنا بشرح كل ده عشان نرجع تاني بقى لموضوع الديزاين بتاعنا. في لحظة أي. بقى ما بين البرسبشن والريكوجنيشن دي، انا بحاول كمصور كفوتوجرافر ان انا اطول اللحظه دي قوي. يعني الفتره اللي ما بين ما بشوف وبفهم، انا بحاول اني ما افهمش السبيس. أوكي. اوكي، ليه بقى؟ أوكي. ليه بعمل كده؟ علشان اقدر ارجع تاني، عشان اقدر ارجع تاني واشوف بشكل مختلف. لان انا مجرد ان انا فهمت، مجرد ان حصل ريكوجنيشن، هيبقى صعب عليا قوي ان You انا ارجع stopped. اشوف الحاجه بشكل بالظبط. بيبقى صعب قوي ان انا ارجع واعمل شيفت في البرسبشن بتاعي. اوكي، طيب نيجي نتكلم على التايبس اوف بيرسبشن. انا ممكن اشيفت من ايه لايه؟ هو ايه موضوع البرسبشن؟ انت بتشيفت من ايه لايه؟ يعني ازاي بتشوفها بشكل مختلف اصلا؟ الطبيعي ان احنا كلنا كبشر، انا بقولت لك المخ بيحاول يرمي الانفورميشن، اوكي، يرميها كلها ويبدا يعمل بروسيسنج سريع قوي. طيب على الاساس ده هو بيعمل زي تايبولوجي. النوع ده من البرسبشن اسمه تايبولوجي، ان هو انت دخلتي شفتي كرسي، انت عندك طول حياتك عماله بتشوفي كراسي، فده تايب بالنسبه لك، اتكون اكنها مكتبه. مخك عباره عن مكتبه وفي تايبس، كراسي مثلا، ارضيات، سوفاز مثلا، اي حاجه بقى، مثلا تي فيز، اوكي، سيلينج، حيطان، شبابيك، وهكذا. فانت لما بتشوفي الشباك ما بتقعديش تبصي على التفاصيل بتاعته خالص، انت على طول مخك بيروح راميه في شباك ويبدا يعمل بروسيسنج لحاجات تانية. اوكي، فالنوع ده من البرسبشن اسمه تايبولوجي، وده اللي احنا عايشين بيه طول الوقت، علشان انت دايما انت بسرعه قوي مخك عايز يعمل بروسيسنج لكل حاجه انت بتشوفيها. انا بقى ما ببقاش عايز افهم الحاجه، يعني انا عايز اشيفت بقى ان انا لما ابص على الشباك ابدا ان انا اكني مش فاهمه، اكنك انت شفتي حاجه بشكل جديد. يعني انا جبت لك مثلا اوبجكت، الاوبجكت ده انت مش عارفاه، فتبداي تشوفي هو الاوبجكت ده عباره عن ايه. هل دي معلقه مثلا، ولا ده طبق، ولا ايه الاوبجكت ده؟ ما انت مش لاقيه ليه لايبرري، ما عندكش ريفرنس ليه، فتبداي تشوفيه بطريقه تانية، اللي هو النوع التاني من البرسبشن اللي هو بيسموه شيب اند اوردر. ان انا بحاول ان الشكل ده ابدا افصصه لخطوط وكيرفات، وابدا اوصل ونقط، ابدا ان انا اوصل النقط دي ويبقى انا كده فهمت الشكل. فاكني برسم، اكني بعمل كده، بفتح لايبرري جديده في دماغي وبحط شكل جديد، وبعدين اقول لك طب ده اسمه ايه بقى، فابدا احط تايتل للفولدر بتاع الموضوع ده في دماغي. اوكي، انا ليه بشرح كل ده؟ لان انا وانس ان انا وصلت للمرحله دي، لا انا ان انا بص انا انت ام معايا، انت سبيتشلس. انا مركزه معايا. يعني الموضوع طلع عبيط اوكي، قوي يعني. تمام. بس بحاول اعمل بروسيسنج انا بحاول، ريكوجنيشن وكل حاجه في نفس اوكي، الوقت دلوقتي. طب انا الواحد بحاول يوصل ابسط لك للمرحله الموضوع دي علشان يعني انت وصلت للمرحله دي ازاي يا نور؟ يعني الواحد يقرا كتب ولا؟ لأن هو لا، الموضوع عميق انا جدا، يعني there's انا psychology بشرح لك behind الكونسبت، التصوير. تمام. بالظبط بالظبط، هو دي الكونسبت. انا بشرح لك الكونسبت، بس انت بتعملي براكتس بقى عليها. البراكتس ده هو ده اللي انا أيوه كنت، يعني لما بدرس للطلبه في الجامعه كان هو ده البراكتس. يعني انت بتاخد الاوبجكت وتبدا تشوفه، ترجع تاني للشيب اند اوردر. انا مش عايزك تفهم الاوبجكت، اوكي، مش عايزك تفهمه، انا عايزك ترجع تبص عليه
كأنه حاجة بتتكون، أنت بتكونها لسه في دماغك، أوكي؟ فدي صعبة شوية، دي صعبة إن أنت طول عمرك عندك اللايبرري دي، أنت بتحاول إنك تلغي الموضوع ده شوية، أوكي؟ طيب ده بيفرق، ده نوع. في نوع تالت من البرسبشن اللي هو اسمه ميتافوريك، اللي هو أنت تشوف شكل وتتخيل إن الشكل ده شبه حاجة تانية، وده ساعات الناس بتمر بيه. لو هو مثلا في حالة كده تجلي وبص على السحاب وبدأ يشوف أشكال في السحاب، أوكي؟ دي اكيد الناس كلها بتمر بيها. ده نوع من انواع البرسبشن اسمه ميتافوريك، او بتشوف شكل في الجبل، او تشوف شكل في حاجه عباره عن اوبجكت واداك احساس انه شكل تاني، اوكي؟ فدول ثلاث انواع انا بحاول ان انا اشفت ما بينهم من غير ما افهم الاوبجكت ده خالص، تمام؟ بحاول ان انا اديلي مرحله، لما انت تعملي ديلينج للمرحله الريكوجنيشن بيبدأ عندك بسهولة انك تعرفي تعملي شيفت في البرسبشن، وتبدأي تشوفي نفس السبيس او نفس الحاجة بأشكال مختلفة. فأبدأ ان انا اقدر اصورها واوريها للناس بأشكال مختلفة، اوكي؟ لو دي الستارتنج بوينت بتاعتك، انت قدرتي تشوفيها بشكل مختلف، هيبقى سهل قوي عليكي انك تصوريها بشكل مختلف وتوريها للناس. الكلام ده بقى كمان بيتطبق على الديزاين. لو انا جيت بقى اكلمك على الديزاين، انت دلوقتي بتقولي لي فيلم ماي ديزاين، صح؟ فاحنا بنتكلم ايوه ان في جزء اللي هو البرسبشن اللي هو كفوتوغرافر، في جزء الديزاين. الديزاينر لما بيجي يعمل ديزاين لحاجه، انت عندك تايبولوجي في الديزاينز، يعني في عندك بيت ريزيدنشال، عندك حاجه مثلا مدرسه educational، اوكي؟ تايبس، دي تايبس للحاجه. واحنا عندنا كمان في مصر التايب اللي هو المدرسه الحكوميه، اوكي؟ ده بقى ده تايب جوه التايب، خلاص انت تشوفي ايوه الطوب ده تعرفي ان دي مدرسه حكوميه على طول، اوكي؟ ايوه وعندك تايب اللي هو الجامع المسجد، وعندك تايب الكنيسه، وعندك تايبس تانية كتير قوي، والمطار زمان كان فيه صحيح تايب. طيب نيجي نتكلم على التايبس دي وازاي ان بيحصل فيها شيفت على مر التاريخ. يعني مثلا لما تيجي تتكلمي عن المطارات، كانت زمان المطارات كلها very functional، اللي هو strip وطالع منه دراعات، والطيارات بتيجي تركن على الدراعات دي، وبعد كده ايه يخشوا كلهم على الستريب ويطلعوا للجيتس. فكان الموضوع تايب فيري ريجيد، وكله لاينز. بدأ واحده واحده ايه يحصل انترودكشن للكيرفز في الديزاينز بتاعت الايربورتس، لحد ما جه اللي هو ايرو سارينين وعمل جي اف كي ايربورت. ده عباره عن اكنه طائر بيطير، كل المطار شكله كيرف قوي، بحيث ان انت لما بتطلعي بالطياره بتحس ان بتبصي على تحت تحسي ان في طائر هيطير، اوكي؟ ده لما الديزاينر بيجي يعمل شكل مختلف تماما عن التايب المتعارف عليه، هو بياخد ريسك جامد قوي ان المشروع ده ممكن يفشل، لان الناس مش قادره تتقبله وتحطه في التايب اللي عندها. بس في نفس الوقت لو نجح، ده بيبقى اكنه هو بيبني تايب جديد للتايبولوجي ده، للمطارات. فتبداي بعد كده الناس تتاثر بيه، ويبدأ إن المطارات كلها تاخد شكل اللي فيه ايروداينامكس، اللي هو الإحساس الكيرفز ده. فده كمان اللي الناس بتحاول تعمله في المساجد، إن تلاقي دلوقتي يقول لك مش شرط إن المسجد أو المأذنة، سوري، المأذنة لازم تبقى موجودة في المسجد. دي كان ليها هدف زمان، إن المؤذن بيطلع عليها. وعلى فكرة هي ليها كمان، حتى كل أيتم في الأركتكتشر هو عبارة عن ليه تايبس. كانت المأذنة زمان اللي هو في الجامع سامراء في العراق كانت هاي كبيرة قوي، علشان كان المؤذن بيطلع عليها بالخيل، تمام؟ وبعد كده بيطلع بالخيل ويبدأ بصوته يأذن والناس تسمعه. وكانت ايوه المدينة، يعني كان ما بين المسجد والمسجد هو القطر اللي الناس تقدر تسمعه فيه. لما يوصلوا ان هم امتدوا قوي في المدينة وما قدروش يسمعوه، يبدأوا يعملوا مسجد تاني. فكانت هي دي زي كده الصبار، عارفة الصبار الجذور بتاعته؟ لو انت مش مديله ايوه مكان مش هيكبر. فنفس الفكره كده، كانت المآذن هي كان هو ده الاربن ديزاين، ان ما فيش ديزاين في الاربن، كان الاربن بيطلع بشكل اورجانيك. فنرجع تاني لموضوعنا، المآذن بعد كده قعدت تتطور، وبدأ بقى استوحى من المأذنه الاولانيه دي، المأذنه اللي هي بتاعت ابن طولون، وبدأ الموضوع يبقى بياخد شكل الاول، وبعد كده بنبعد عن الفانكشن، لحد ما يجي حد يقول هي اصلا ايه هدفها دلوقتي؟ هي هدفها الوحيد ان هي بتعرفك بالتايب، بالتايبولوجي. لما تشوفيها تعرفي ان ده مسجد فتروحي له، لكن مش شرط، ممكن حد تاني يجي ويطلع لك حاجه انت شايفاها تفهمي منها ان مأذنه. بس بياخد ريسك عالي قوي، ان هو لو عمل الديزاين ده والناس ما تقبلتوش مش هيكمل البروجكت.
فلازم هو بياخد ريسك، بس لو نجح هيبقى هو زي ما احنا بنتكلم على ايرو سارينين كده، هنتكلم على الشخص اللي عمل ديزاين لمسجد جديد، ادى الناس تايب جديد، وبدا يكرر، وبدا يبقى هو نيو تايب. اوكي، فده فكره التايبولوجي عامه يعني. بس انا مش فاكر دخلت في موضوع الديزاين شويه عشان افهمك العلاقه ما بين ما بين Amazing. التايبولوجي في البرسبشن والتايبولوجي في الاركتكتشر. يعني انا معلش لازم اشرب ميه علشان انا حاسه ان انا اي ابزورب تفضل. كميه معلومات، يعني ده معلش، بيوند بقى انا ماي برسبشن علشان خالص. الوقت، عشان عشان الوقت فيري تايت، فانا قلت حاجات كتير انا هو بصراحه. احنا فاضل لنا 20 minutes، احنا ممكن اوكي، دلوقتي نتكلم. بس thank you بجد يا نور، يعني that was شور super شور. super insightful، وانا شايفة الناس يعني برضو زي كده overwhelmed ومبسوطين قوي بكل المعلومات دي، truly amazing. Thank you. احنا ممكن نتكلم كده على كام project that you've shared with me. تمام، معرفش لو هيبقى عندنا وقت. انت تقريبا بعت لي 7 projects صح كده؟ معرفش لو انت ممكن، عندنا بس وقت يعني احنا. هما 5 فوتوز، انا هبقى بتكلم عن البروجكت بشكل عام، بس انت ممكن سريعا تقلبي في اوكي الشوتس. شو لو في شوت معينة هتكلم عنها هقول لك، بس يعني ليتس جو. حلو. طيب خليني كده اشوف. احنا يا جماعه يعني كنا بنحاول دلوقتي نجرب تكنولوجيا جديده في موضوع الشيرينج الفوتوز، ان احنا we share them directly على الانستغرام لايف. بس انا حاليا بدور عليهم في اللايبرري تقريبا مش بيظهروا، مش عارفة ليه. طب هما الظاهر مش عارفة ليه، مع اني مسايباهم على اللايبرري مع بقية الصور، بس مش راضيين، ممكن عشان الكبار مش هو عارفة. انتي هو انت انتي عندك الصور على عامل اللابتوب هي let's say؟ هي موجودة فوق عندي في المكتب. بس انتي سيفتيهم على الايفون ولا الموبايل ولا ايه بالظبط؟ على الموبايل نفسه. طيب هتلاقي في فولدرز اكيد، يعني هتلاقي هما اتحطوا في فولدر معين. خليني كده انا اوبس سوري. طيب خلوني ممكن، لا مش ظاهر for some reason، مش ظاهر عندي. طب انت how accessible، مع اني مسايباهم على library. طب انت how accessible is your office، ولا صعب؟ ممكن اطلع لك. شور. لا ممكن لا شور، هاخد الشاي اوكي. بس بتاعي لحظة واحدة. انا مفيش اوكي، مشكلة. هتتفرجوا معايا. معلش يا جماعة، بس مش شور. عارفة اول مرة نجرب الموضوع ده. بس انتي حاولي فيها، حاولي فيها دلوقتي برضو وانا طالع كده. انا بشوف. وايه ما احنا هنجرب موضوع الانذر سكرين عشان الناس تكتب. هي بس في اوبشن تاني هي كانت عايز تعمله، اللي هو بتشير من عندها، فبتبقى هي مظبوط. انت فبتبقى ظاهره معانا هي كمان. بس خلاص، لو ما عرفتيش تعملي ده انا ممكن. هي الفكرة بس ان الصور مش اصلا ظاهرة، بس مش يعني طيب مش لسه عارفة ليه، نعمل شيء. اوكي، بس ممكن غريبة اوي. علشان انت لما بتعملي شير للصوره بتبقوا شايفيني كمان، فاهمين قصدي؟ لكن دلوقتي لما انا بالظبط لما انا هوريكم السكرين عندي، فانتوا مش تبقى شايفيني، تبقى مش سامعيني بس. هيبقوا بس اتس فاين. للأسف. اوكي، لحظة واحدة. غريبة أوي. اوكي هيبقى فيه ان شاء الله وقت للأسئلة. يعني هنحاول ان شاء الله اوكي، لحظة يعني واحدة اتليست بس يبقى عندنا اظبط كده 5 minutes for questions. sure. اوكي. انا بحاول بس اظبط لكم السكرين.
لحظة واحدة. لا لا ما فيش مشكلة. اوكي، هي يعني السكرين معوجة شوية بس ايه، it's fine. غريبة جدا. ماشي، لحظة. سلسبيل أمين معانا، she's listening to us. كانت هي كانت معانا لايف أول امبارح تقريبا، ولما بتاعت يعني سال، كنت ها في سال، نهاية her life، سال أيوه في نهاية her life يس، كنت بقول يعني إن إحنا هنطلع معاك لايف، فقالت إيه ده؟ اوكي. نور كان بيدرسني. لا والله. اوكي، لا انا فتحمسنا عارف سال، انا عارف حمسنا سال أوي. كبرودكت. واظن ماي وايف تعرفها، سلسبيل نفسها. interesting. اوكي، انت شايفين كده؟ طيب يعني ولا السكرين غريبة جدا؟ ثانية واحدة. طيب شايفين، بس ممكن تنزل الكاميرا شوية، ممكن. سوري، That's okay. وهنا كده هبقى كأني ماسكها بقى. كده. معلش، sorry for اه that. كده تمام، بس انا كده بقى ماسكها. شور، اتس فاين. خليني اجيب ده كده. اوكي ماشي، احنا كده تمام. ماشي، خليني كده يعني اجري بسرعة في البروجيكتس. انا هتكلم، لو لحقت. انا كنت مجمع لك كذا بروجكت علشان كنت في حاجات مختلفة ما بينهم عايز اتكلم فيها، بس اتس فاين. هو خليني اتكلم على المين اسبيكتس في كل بروجكت. ايه هي؟ ده بروجكت حلو. دار هيد كوارتر. ده كان من اول المشاريع اللي انا صورتها لدار الهندسة، ودار الهندسة تعتبر كان بالنسبة لي اوكي من المكاتب المهمة، يعني لان احنا خد بالك واحنا بنتخرج، فكان دار الهندسة ده مكتب مهم قوي بالنسبة لنا كشغل، وكناس كتير اعرفها اشتغلت فيه من الناس الكبار ايوه يعني اللي معايا في الجامعة. ده مكتب لبناني، واتس لبنانيز فيرم يعني، بس عندهم دلوقتي، عندهم كان طول عمرهم عندهم مكتب في مصر فيه ديزاينرز كتير جدا، يعني اغلبيه اصلا الورك فورس بتاعتهم موجوده في مصر. فده كان الهيد كوارتر الجديد بتاعهم، عملوه في سمارت فيليج. وانا طبعا لما كلموني من لبنان، هو المكتب اللي بيكلمني يعني الكلاينت بتاعي في لبنان. ف أيوة الغريب عايز اقول لك برضو دي، يعني الناس بتقول عليها صدفه او حاجه، بس هي ممكن يبقى ليها تفسيرات. ان هم لما بعتت لي الماركتنج مانجر، بعتت لي في لبنان، كنت انا في لبنان، يعني ده من أوكي الحاجات الغريبه. وكنت جنب المكتب، يعني انا كنت بلف في حته والمكتب بتاعهم، انا عارف هو المكتب بتاعهم فين، وشفت اللوجو وكل حاجه. فاظن ان في حالات، عارفه لما بتبقى مثلا انتوا بتعدوا جنب بعض، فعشان اللوكيشن بتاعك في الموبايل فبتبداوا تشوفوا بعض على الفيسبوك. ايوه عارفه ايوه يعني ايوه الالجوريزم بتشتغل بالطريقه دي، فممكن تكون دي يعني. انا قعدت افكر هو ايه الصدفه يعني. انا طول الوقت قاعد في سبحان مصر، الله، وبعدين اول ما تزمنتوا جيت حقا. لبنان المكتب. فساعات احنا كده في حاجات بنسميها الحظ، بس هي تبقى حاجات صغيرة احنا مش قادرين نفهمها، فاهم قصدي؟ احنا بنسميها الحظ، بس هي بتبقى حاجات انت you just can't trace ايه اللي حصل ده. المهم صحيح. لما كلموني في لبنان قالوا لي احنا عايزين نصور المشروع ده، كان اول مشروع. انا بعد كده صورت لهم كذا مشروع في مصر، وصورت لهم مشاريع في الكويت. ده كان مشروع مهم جدا بالنسبة لهم، لان ده يعتبر بيتهم، يعني ده المكتب بتاعهم. اوكي، وانا لما باجي اصور مشاريع بتبقى عادة في اخر فيز في التسليم، يعني هي لسه جديد بس في ممكن يحصل ايشوز معينه في البروجكت. فانا بروجكت زي ده كان كبير، فانا اديته 2 دايز، 2 شوتينج دايز، وما كانوش ورا بعض دايركتلي، علشان انا عارف ان لو حصل لي ايشو مثلا في حاجه في اللايتنج هيحتاجوا وقت كذا يوم عشان يصلحوها، فخدت اليوم التاني بعدها اوكي بشويه. اوكي، فالبروجكت ده زي ما بقول لك في اكستيريور وفي انتيريور. انا عايزك تركزي في الصوره دي، علشان بعد كام صوره هتلاقي نفس السبيس ده
بس متصور بطريقه مختلفه خالص. عشان ده عشان كده انا قعدت اتكلم كتير قوي على موضوع البرسبشن، ان السبيس انت بتاخدي وقت علشان تبداي تشوفيه بكذا شكل. اوكي، ده كان الانترنس. الفكره في البروجكت ده ان هو على شكل مثلث كبير قوي، ففكره المثلثات هتلاقيها واضحه كتير قوي في البروجكت في الانتيريور وفي الاكستيريور، فبتبان معايا هنا مثلا انا هنا باصص لفوق. خدوا بالكم الاضاءه مختلفه شويه علشان انا دلوقتي بصور فيديو، احنا مش بنعرض حاجه، مش بنشير، انا طبعا اكني بصور السكرين بتاعتي. اوكي، طبعا طبعا. لا لا فالاضاءه انتوا معروف. ممكن على الويب سايت، على الويب سايت عندي هتخشوا هتلاقوا الحاجه كلها موجوده الاوريجينال يعني. ده دوسوا على اركيتكتشر. فدي احساس، هنا احساس المثلثات اللي هو بيلف ده. ده انا باصص لفوق وبستخدم على سايد انجل، وباصص من تحت لفوق على الاتريوم. الاتريوم ده بقى بالادوار كلها بتاعت البروجكت. بص الشوت دي بقى، هو ده نفس السبيس ويمكن كمان نفس الانجل اللي انا واقف باصص عليها، بس لما تيجي تبصي على دي وتبصي على دي احساس مختلف تماما. طبعا يعني هنا احساس شويه بالعظمه، انا باصص من تحت لفوق وبدات تبين انها وايد قوي، ففيها ديستورشن كمان شويه، فتحسي ان الشيبس دي كمان مشدوده اكتر، اكني باكزاجريت الديزاين شويه. الشوت دي اركيتكتشرال اكتر، اللي هو انا ما بستخدمش عدسه وايد انجل قوي، انا ببين احساس شويه اللي هو قريب من اللي انت شايفاه لو انت بصيتي يعني قدامك، مش قعدت الف او بص 360 درجه وكده. دي عدسه ضيقه شويه، هي ستيل تعتبر وايد انجل بس مش زي اللي فاتت خالص. اوكي، انا مش بتكلم على التكنيكاليتيز دلوقتي، انا بتكلم على احساسك ايه وانت بتشوفي، ازاي ممكن تطلعي نفس صحيح. الواجهه، نفس الواجهه بشكلين مختلفين خالص. وطبعا انا هنا على هايت طبعا. اعلى بكتير، انا التانيه انا واقف على الارض، انا هنا طلعت الثلاث ادوار وبدات اخد الشوت دي. اوكي، علشان ابقى في حته في النص، انا عايز ابين باترن بشكل معين. فده فكره صحيح. البرسبشن، انه بيفيدك ازاي ان انت، انا مش عايز افهم الشكل، انا مش عايز افهمه اتكون من ايه والكلام ده، انا عايز اشوف الفيجوالز بتاعته، ابدا يعني ابستراكت الشكل ده لخطوط وكيرفات وباترنز، وابدا ان انا اصوره بالطريقه دي، ده انا شايفها. تمام، فده كان اول بروجكت. البروجكت التاني اللي هو ده ذا بوليجون، ذا بوليجون بزنس بارك ده في سوديك، والكلاينت بتاعي كان هو سوديك. الاركتكت اركتكت مكتب انجليزي اسمه ويلكنسون اير، سوري، الاركتكت بتاع البروجكت ده بتاع دار اسمه بيركنز بلاسويل، والاركتكت ده برضه، هما الاثنين مكاتب انجليزيه. الاركتكت بتاع البروجكت ده ديزاينر يعني ويلكنسون اير، وانا هنا بصور لسوديك. البروجكت ده كانوا كلموني عنه وهم لسه برضو تحت الانشاء، وطلبت منهم ساعتها ليست اوف كرايتيريز. معلش سوري، قبل ما اخش في الحته دي كان في هنا برضو حاجه من الحاجات Sure. المهمه في اول شوت البروجكت بس ده. لما فاضل قلت لنا لك 7 دقايق just FYI. شور لو قطع ممكن نبتدي لايف جديد if you don't mind. ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله، اوكي شور. اوكي فخليكم معانا يا جماعه. عشان هنخش حرام تاني الحين في كلنا. اسئله كتير كمان، فعشان نور برضو ماشي. يشرح براحته وفي لا لا نفس انا الوقت قاعد، انا نرد على قاعد، الاسئله. ما عنديش مشكله، شور. اوكي حلو. البروجكت هنتفحم ده مع بعضنا. اتفضل. البروجكت ده كنت بقول لك موضوع اللايتنج اللي فيه، انا كنت طالب من، انا طبعا بيبقى عندي كرايتيريا بطلبها لما بشوف البروجكت وباخد التور اللي فيه، بطلب حاجات معينه عشان تبقى موجوده. فانا قلت لهم ساعه التوايلايت، محددت الميعاد معين بالدقيقه، يعني بقول لهم من الدقيقه كذا انا محتاج المبنى كله يبقى منور. اوكي، عشان هطلع اخد شوط أيوة. معينه. فاليوم الاولاني ما قدروش يحققوا ده، لان البروجكت كله جزء منه اوتوميشن وجزء منه المكاتب كلها، كل كان حد شغال فيها يطلع يقفل المكتب ويسيبه، او يقفل الشتر ويسيبه وما يقدروش يفتحوا المكتب تاني. اوكي، فقلت لهم طيب احنا عندنا شوتنج داي التاني، اوكي لازم نعمل فيه الموضوع ده. انا عايز اقول لك الموضوع ده قد ايه عمل لهم مشكله، لان انا بكونتاكت، انا ببعت الريكويرمنتس بتاعتي للبنان، ولبنان بيبعتوها لمصر يطلبوا منهم، فلو حد في مصر ما عرفش يحقق الموضوع بتبقى مشكله جامده جدا. انا رجعت بعد اليوم الاولاني ده قلت لهم كل المشاكل اللي قابلتني، علشان انا في الاخر عايز اطلع افضل نتيجه ليهم. فالظاهر ان الجواب بقى اللي جه من لبنان، او يعني الايميل اللي جه من لبنان بعد كده مصر، كان قاسي جدا، لدرجه ان الراجل بتاع الكهرباء مشوه اصلا، رفض واحد من اللي اوف بيشتغلوا في الاوتوميشن. وقالوا لي الكلام ده بعد الشوت بعد كده. ف
فانا في الاخر انا بشرح لك ده ليه، لان الموضوع لازم يبقى فيري بريسايز، انا طالب ايه بالظبط، طبعا علشان انا عارف انا عايز اطلع شوط عامله ازاي، ولو ما طبعا قدرتوش تحققوا لي ده مش هعرف اعمل شغلي. اوكي، فدي كانت من الحاجات المهمه جدا برضو اللي طلبتها. انا هنا بقى طلبت الليست في البروجكت التاني هنا، وطبعا من ضمن الليست ان كان في برضو حاجات من المباني تنور، فالكلام ده ما كانش يعني كان يستحيل، لان كان لسه اصلا الانتيريور ما خلصش خالص. فالمشروع ده انا ما صورتوش يعني هم لما كلموني قعدنا بعدها سنتين انا ما صورتش البروجكت ده، وكان نفسي اصوره اوه الحقيقه. قعدنا سنتين، وبعد كده لما خلصوا بقى ست مباني، هم 11 مبنى. اوكي، تقريبا لما خلصوا سبع مباني، وبدا في مبنى منهم بقى يبقى خلاص يشتغل وينور وكده، قالوا لي خلاص احنا تعالى. بدأ الماركتنج تيم يكلمني تاني وقالوا لي حتى ساعتها طلبوا مني بقى مشاريع تانية كتير في سودك، بس ده بالذات برضو انا اديته يومين، لان ده من المشاريع كانت المهمة جدا. طيب فخلينا نلف فيه. ده عبارة عن زي ما انت شايفة كده، هو اللاينز والشادوز، وانت بتزودي بتاكزاجيريت بقى الاحساس ده. يعني انت لما بتشوفي الحاجة بشكل معين بقول انا شايف الانجل دي، بس لو اتاخدت في التوقيت معين هتلاقي العلاقه ما بين الاسود والابيض، او يعني البرايتنس والشادوز قويه جدا، فهتاكد لك احساس الشكل اللي هو اللي عمال كل لاير بتاخد اشكال مختلفه. الكونتراست ده بيبين لك اكتر الفورم بتاعت ان كل لاير طالعه بشكل معين. فده فكره توقيت. وهنا مثلا واو الليك دي، مثلا الليك اللي تحت دي عشان الريفليكشن هم مالوها مخصوص، يعني دي ما كانتش شغاله، هو في اليوم ده اوكي بتتملي اتملت مخصوص، وهي لسه اصلا محتاجه يتعمل فيها حاجات، يعني هي لسه مش شغاله، بس هم مالوها علشان يبقى فيها ميه. انا قلت لهم انا محتاج فيها ميه عشان الصوره، وبعد كده فضوها تاني عادي. ففي حاجات زي كده لازم نتصرف فيها علشان ما يتاخرش الشوط اكتر من كده. صحيح ده الوقت بقى اللي بقول لك عليه اللي هو التوايلايت. قلت لهم اتليست يبقى في عندي دور، او ده الدور اللي هم عرفوا ينوروه، مكاتب طلبوا ان هي تنور في الوقت ده. والتوقيت ده كان لسه برضه فيه شويه ريفليكشن جاي على الازاز، بعد شويه كمان كله بيقلب اسود خلاص، فما ينفعش انك تصوري. والعربيات اللي بتعدي تحت دي برضه يعني ايه، كنا بنستناها عشان تعمل الكونتراست ما بين الاورنج والبلو ده. فدول الالوان الفيري كومبلمنتري، عشان كده التويلايت بيبقى حلو، لان انت عندك الاصفر والازرق او الورم صحيح والكول كولرز دي بتبقى اضافه كويسه جدا يعني في الشوت. صحيح هنا بقى نبدأ نخش على حاجات الساحل، لأن احنا بقى بعد رمضان ده بيعتبر في الفوتوغرافي يعني السيزون بقى بيبدأ من 6 مثلا كده، يبقى الساحل. بس انا اظن حتى ان دلوقتي بعد رمضان الناس كلها تطفش على الساحل. ففي كذا بروجكت دلوقتي ممكن اعدي عليهم بسرعة، ولو قطع مننا بقى هنخش ونكمل الساحل عادي. اوكي، ما فيش مشكلة. فده مزيج اوتيل، ده الديزاينر اسمها ريا، ده في وايت، هاسين ده وايت. ومن الحاجات اللي عجبتني الاحساس الماتيريالز اللي فيه، يعني انت هتشوفي هو فعلا احساس الخشب والاسود ده، وفكره وايت، وبعد كده الفيو. فدي الشوت اللي هي برضو كان عندها ريندرز قريبه قوي من الشوتس دي، هتلاقوها على الويب سايت بتاعها، هي ريا ار اي اتش اي وبعدين ال ال سي، ده الكلاينت، وهتلاقيني كاتب حتى الكلاينت على الويب سايت عندي لما تخش. اهي دي الشوت مثلا اللي بتلاقي بعد كده فيها الليك اللي هي عند الكابانز اللي موجوده في هاسيندا، وبعد كده البحر. ففي زي اللايرنج كده. وطبعا توقيت الشادوز مهم جدا، علشان في توقيتات تانية ما تلاقيش الشادوز خالص على الارض دي، فبتديك احساس مختلف صحيح تماما، ولا الشادوز اللي موجوده فوق اللي هي على الخشب. فده فكره التوقيت. الموضوع كان صعب شويه هنا، لان كان في شويه جيستس في الاول. اول ما وصلت كان لسه في ناس قاعده، لان ده يعتبر زي ريستورانت، ده بابليك اريا شويه مش الرومز، يعني اوكي الرومز جوه بناخد الروم اللي احنا عايزينها بيفضوها لنا وبنصورها، لكن هنا انت عندك في كان جيستس قاعدين بقى وبياكلوا كده، ولازم استناهم طبعا، وبعدين لما مشيوا لازم ما ندخلش ناس تانية عشان اعرف اصور. ففي شويه كده ايه تظبيطات لازم تتعمل في البروجكتس لوجيستكس من النوعيه دي. اللوجيستكس دي لازم تتعمل، ومعايا الاسيستنس بقى، والاضاءه هتجري من هنا ازاي، والكلام ده كله لازم تبقي برضو كالم قوي. لو تفتكري في موضوع البرسبشن قلت لك ايه،
ان انا بنقي الحاجه على اساس احساسي. ها لو انا صحيح خايف او كده، لو انت مش في مود كويس مش تعرفي تصوري، مش تعرفي تشوفي اصلا الحاجه. مظبوط، مش تعرفي تعملي دي الشيفت بوينت اوف بيرسبشن لو انت المود بتاعك مش كويس. اوكي، صحيح فلازم اول حاجه خالص او انت لسه رايح الشوت ان انت ازاي تتعود ان مودك يبقى كويس حتى لو انت عندك ايشوز وعندك مشاكل. اهلا يا جماعة، معلش قطع زي ما توقعنا. رجعت نور تاني على اللايف. ميرسي ان انتوا رجعتوا تاني. هاي اهلا وسهلا. قطع زي ما توقعنا. خليني اكمل على طول بقى. اتفضل. تمام، فكنت اخر حاجه بتكلمك على المود، اللي هو انت لو المود بتاعك مش كويس او انت ايوه ديستراكتد او انت متعصبه او كده، ده هياثر على البرسبشن بتاعك. فدي ايوه من الحاجات اللي انا يعني دي من الحاجات اللي اكتشفتها مثلا كده في نص الكارير بتاعي. قبل كده انا ما كنتش واخد بالي من الموضوع ده خالص، كنت بشتغل عادي وخلاص، اه زعلان زعلان متضايق، انا كده كده بشتغل يعني as a professional، بس اكتشفت قد اوكي ايه الموضوع ده بيأثر عليا وانا بشوف اصلا الصورة. اوكي، اوكي فبدأت اقلل شوية اي distractions بتحصل ساعة الشوت. يعني انا اخش الشوت لازم ادي الموبايل بتاعي للاسيستنت واقول لها خلاص انا ما بردش، انا لان ده بالنسبه لي ده اكبر ديستراكشن ان انا امسك الموبايل ايوه بتاعي ده او ان هو في جيبي مثلا. طبعا فاقول لها خلاص، انا هم بيردوا على الموبايل، هم بيعملوا اي حاجه، وبعد ما اخلص الشوت ابدا امسكه تاني. اوكي، فدي من الحاجات اوكي اللي بتقلل الديستراكشن. اي حاجه حلو مثلا كانت معصباني او اي حاجه كده لازم افصل خالص وابدا ايه اتعرف على السبيس تاني وابدا اعمل البروسيس بتاعتي من اول وجديد. فخدي بالك انت لما بتعملي حاجه لالاف المرات بعد كده بتبقى بالنسبة لك كأنها مديتيشن، كأنها حاجة بتريح أعصابك. يعني مجرد إن أنا بخش تاني في البروسيس بتاعتي في صحيح الروتين برجع تاني إن أنا خلاص أنا كده ببدأ بقى إيه أرجع للطبيعي بتاعي، حتى لو أنا كنت في أي مشاكل مضايقاني أو كده برجع تاني للروتين بتاعي اللي هو بيخليني هادي جدا. أوكي، ايوه جيت. انتي انا عايزه اقول لك حاجه، كان في اسئله في اللي فات، هل انتي كتبتي حاجه علشان الاسئله اللي جايه؟ يا جماعة في تقريب هو خليني كده اشوف لان الاسئله بتتخزن عندي في الكويستشن ستيكر. طيب اللي بعت اسئله في اللايف اللي فات ينفع بعد اذنكم تبعتوا تاني، هتلاقوا تحت جنب الكومنت في زي ايكون كده عليه علامه استفهام، فمتخافوش تدوسوا عليه وتبعتوا عليه اسئلتكم، وهي هتتخزن عندي وبعدين I'll just يعني pull it out تمام، كده. لان يعني بعد ما نخلص ده اوكي هبدأ يعني اجاوب على أسئلة على طول بقى. اوكي، اوكي يس تمام، فده اتفضل. كان مزيج اوتيل في هاسيندا وايت. من الحاجات المهمة هنا مثلا لو انا بصور روم او حاجة زي كده ان انا ابين الاكستيريور يعني الفيو. ماشي، فانا مهم عندي العلاقة دي ما بين الهايلايتس اللي جوه وما بين الهايلايتس اللي بره، ان ما تلسعش مني الاكسبوجرز. فهنا بنركب بقى، بنركب براكتس يعني باخد كذا شوت وببدا اركب الحاجات اللي بره. اوكي، علشان تبقى معايا باينه وما يبقاش اللي جوه غامق قوي، لان انا لو انا اي اكسبوز للي بره كل اللي جوه ده هيبقى غامق جدا. فهو ده فكره الدايناميك رينج. وتاخد حلو بالك ان انت ما تافورش فيها قوي، لان انت انا لو غمقت اللي بره ده زياده عن كده او زياده عن اللزوم عينك على طول هتفهم ان الصوره دي مش حقيقيه، لان عمرك انت ما بتبصي من جوه لبره على حاجه تلاقي ان اللي بره افتح من اللي جوه. مش منطقي، سوري، ايوه اغمق من اللي جوه. هو طبيعي يبقى افتح شويه، يعني طبيعي ايوه الاضاءه جايه من بره، فطبيعي ان يبقى بره مش غامق قوي، ما يبقاش بره غامق قوي وواضح قوي وجوه منور. هو المنور ده هينور ازاي؟ فاهمه قصدي؟ فدي حاجات شويه بالسنس بعد كده بتعرفيها بقى، ان تشوفي الصوره. لان انا ممكن بايديا وانا بايدت اعمل ده او ده، يعني ممكن في ايدي وانا بايدت ممكن اغمق اللي بره اكتر من كده،
بس اوكي. بيوصل لمرحلة وبعد كده ما تبقاش شكلها طبيعي خالص. برجع تاني بقى في توقيتات مختلفة، وممكن اخد نفس الشوت، يعني دي نفس الشوت اللي كانت متاخدة هنا، بس ده الصبح، ده في الدي لايت وده بالليل. اوكي، اوكي، احساس المود بيبقى مختلف مختلف، تماما. احساس مختلف تماما، لان اللايتنج بيبقى، وده ليه علاقة بالديزاين، لان انت الديزاينر بيبقى عامل حسابه بالليل هيبقى شكلها عامل ازاي. اوكي، الاضاءة هتبقى عاملة ازاي، اختيار الاضاءة واماكنها. فده مهم جدا ان انا كفوتوجرافر برضو ابينه، فكرة احساس اللي هو أيوة الصبح وبالليل، او الدي اند نايت اكسبيرينس بنسميها. اوكي صحيح. تمام، ده بروجكت تاني في هاسين ده برضو، وده برضو هتحسي ان وايت قد ايه موضوع ابيض، يعني هو الديزاين كله عبارة عن فيري مينيمال، ويعني مينيماليزم بقى هنا شوية، أيوة ووايتس خالص، وايت سيرفيسز كلها. أيوة الاركتكت ده في دبي اسمهم انوفيت ليفينج. اوكي. تمام، وده بروجكت كان يومين، يعني البروجكت ده كان يومين. حتى انا ممكن احاول لو اقدر اجيب لك هنا ده يعتبر يومين، الفيديو. يعتبر يعني وقت قصير ولا وقت كافي ان انت تصور؟ بصي، هو انا بعمل ده يومين ليه؟ علشان انا صورت البروجكت ده يوم فوتوغرافي ويوم فيديو. اوكي، فانا ما بقدرش اعمل حاجتين اوكي. في نفس اليوم، يعني انا ما بقدرش افكر تفكيرين ايوه في نفس الشوت. الفيديو ليه طريقة تفكير مختلفة شوية ايوه عن الفوتوغرافي، برغم انا برضو الستايل بتاعي خدي بالك في الفيديو فيري سيمبل، يعني انا مش بعمل الفيديو كأنه اعلان بقى، واقعد اعمل كاتس وحاجات بسرعة والكلام ده والترانزيشنز والحاجات دي. انا صحيح. الموضوع بالنسبة لي، يهمني قوي ان هي تبقى اكنها فعلا موشن بيكتشر، يعني هي صورة بيكتشر وبتتحرك، لكن انا بتحرك فيها، صحيح. وكأني بنقل من بيرسبشن، يعني بنقل من سوري بقى، من منظور لمنظور تاني. يعني انا مثلا عندي تو انجلز انا بحبهم في التصوير، انا الفيديو بالنسبة لي بنقل ما بين دي لدي، فاهمة؟ ما بين اوكي. مثلا ال1 بوينت بيرسبكتيف، ما بين ال1 بوينت بيرسبكتيف لل2 بوينت بيرسبكتيف، ودي بتبقى الموشن، بتبقى فيري سموث. اوكي، فانا ده ايوه. اللي هحاول اوريها لك برضو بعد ما يعني اوريكي الصور، ممكن الحق اوريكي شويه من الفيديو كده. شور. فدي هتلاقي كل حاجه شايفه وايتس، ودي فيري يعني تريكي، ان يعني انت بتصوري الكاميرا ما تبقاش عايزه تطلع الصور بيضه قوي كده. اوكي، هي بيبقى فيها ايوه حاجه اسمها 18% جراي. الكاميرا لو انت وديتيها على، لو انت حتى رحتي صورتي في تلج في سنو، هتلاقي الصور طالعه رمادي، هتقولي ايه ده، انا الصوره المفروض تبقى بيضه، انا شايفاها ايوه بعيني ابيض. الكاميرا ما بتفهمش ده، الكاميرا بتعمل زي هي يسهل الضوء مختلف، فهي بتحاول تزود رمادي شويه، او تحاول تخلي التفاصيل كلها في الميد تونز. فاحنا لو انت بتروحي هتصوري في التلج بتعملي اوفر اكسبوز، يعني انت بتاخدي اضاءه ازيد من اللي الكاميرا عايزاه. ونفس اوكي. الكلام في الضلمه، لو انت دخلتي كيف مثلا، لو انت دخلتي كيف في الضلمه الكاميرا عايزه تنور اكتر، تاخد تفاصيل اكتر وتدخلها في الميد تونز، فانت تغمقي على صحيح. الكاميرا بتقوله. اوكي، فانا في الدارك في الكيف اي اندر اكسبوز، وفي السنو او في الوايتس باوفر اكسبوز. اوكي، عن اللي الكاميرا عايزاه. طبعا لو انت بتشتغل مانيوال انت مالكش دعوه اصلا بالكاميرا بتقيس ازاي، بس انا بقول لكم على الكاميرات، حتى لو انت ماسك الموبايل ودخلت في السنو، عارفه لما بتنوري شويه، يعني تاخدي تفتحي شويه عن الكاميرا قايسه. تمام، فده السبيسز كلها وايتس، ودي البيدروم. اوكي، هو الحته دي مش لاسعه كده، يعني هي بس ايه، هي باينه هنا كده عشان انا بصور من الكاميرا بتاعتي على من السكرين، بس الكاميرا انتوا اوكي. هتلاقوا، انتوا هتلاقوا الصور دي كلها على الويب سايت عندي. شايفه الوايتس والشادوز، ده برضو توقيت، يعني ده توقيت ان انا ازاي انزل الشادوز في الحته دي، انا عايزها في التوقيت ده. اوكي، طب سؤال والعلاقه ما بقى يا بين نور، الابيض. معلش، هل انت شور، يعني لما حد بيابروتش علشان تصور سبيس معين او مبنى معين او كده، بتروح قبل الشوت مثلا بيوم او كده تعمل التور بتاعك وتاسس اللايتنج والدي لايت والدنيا المغرب امتى، او هل انت بتاسس الموضوع الاول قبلها بكام يوم، ولا انت في نفس يوم الشوت بتعمل التور؟ يعني how does it work كده يعني in terms of your process؟ هي it depends على البروجكت. انا usually انا بحتاج البلان كده كده، وببقى عارف
الاورينتيشن فين والشمس هتطلع منين وهتنزل فين والكلام ده كله. اوكي انا ببقى عارف ده كله، مش لازم اروح ازور البروجكت. بس لما بروح في الاول خالص في اول اليوم ببدا اعمل سكيدول، انا هصور ايه امتى، يعني امتى هطلع بره اصور الاكستيريور، وامتى هخش في السبيس ده، وامتى هخش في السبيس ده، لان انا محتاج زي ما قلت لك في الشوت دي مثلا انا محتاج وقت معين عشان اصورها، فدي في الاكستيريور، فدي انا هطلع لها من الانتيريور اصور حاجات معينه في الاكستيريور وبعدين اخش تاني، وبعدين انا عارف الشمس هتنزل فين فهطلع اخد زاويه تاني بعد كده بعد ساعتين مثلا. فده كله انا بكرره في اول اليوم طبعا. بس طبعا لو حد لسه بيبدا في الفيلد انا انصح انك تروح تشوف المشروع قبلها طبعا، يعني زمان اوكي كان ممكن ده مفيد جدا، دلوقتي انا خلاص انا بقيت فاهم اكتر انا بعمل ايه، فاول ما بوصل بكرر كل حاجه. اوكي ماشي، لكن انت لو عندك وقت ولسه في الاول انت يفضل انك تشوف المكان قبل ما تصوره، لان كمان ممكن في حاجات ما تبقاش جاهزه، في ساعات اركتكتس بيجيبوني وهو لسه بيفنش البروجكت اوه عشان يطلب يعني يستشيرني في حاجات. ماشي، اه يقول لي اوكي مثلا، يقول لي مثلا انا في اكسسوارز مثلا عايز احطها هنا، هل دي تبقى افضل ولا اكسسوارز التانية؟ ففي شويه اوكي ديسكشن بتحصل حلو قبل الشوت، في ناس بتثق فيا يعني بتثق في قراري في حاجات طبعا زي كده، طبعا فبيجيبوني وهم لسه بيعملوا البروجكت. حلو بس قوي طبعا احنا ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا نقعد نزور كل حاجه، فاهمه؟ أكيد فبنحاول ان احنا ايه يعني نشتغل ساعات في ديزاينرز ساعات بيجيبوا معاهم اكسسوارز بزياده يوم الشوت وبنكرر حاجات يوم التصوير. اوكي، دي وقت التوايلايت. الوقت ده يا جماعه بيفرق برضو من سيزون لسيزون. اوكي، ده اللي هو بعد الغروب بشويه، بتبدا الكاميرا تبدا تجيب بقى السماء كلها ازرق والورم كولرز بتبدا تبان، فالتوقيت ده بيبقى حلو جدا، بس بتاخد بالك ان هو بيبقى يوجوالي يعني 15 مينتس حاجه كده، فانا ببقى عارف الانجلز كلها من الشوتس بتاعت الصبح، يعني انا اوريدي حددت الانجلز اللي انا عايزها كلها في الاكستيريور من الصبح، بطلع في التوقيت اوكي اللي انا عايزه اللي هو دلوقتي ده توقيت الفطار. ماشي، اللي هو بنقعد بقى بنفطر فيه بعد الاذان بعد المغرب، وبنقعد نفطر التوقيت ده هو اللي انا بصور فيه. باخد اوكي بالظبط نفس الانجلز اللي انا عايزها لان انا عرفت خلاص انا عايز انجلز ايه، فباخدها بسرعه بقى، يعني انا ببقى بجري في التوقيت ده باخد الاكستيريور شوتس كلها اللي انا محتاجها. بعد ربع ساعه الدنيا بتظلم خالص بيبقى كله اسود. اوكي، ده مشروع تاني برضو في هاسيندا، هاسيندا وايت برضو، ده برضو مشاريع كبيره قوي، ده برضو خد يومين بس ده يومين. سوري، قبل ما انقل على المشروع التاني خليني احاول اشغل لك الفيديو ده، معرفش. الفيديو ده برضو الفيديو بتاع لا سيستا اللي هي الفيلا، ما اعرفش انت هتسمعوا الصوت، انت مش هتسمعوا الصوت تقريبا. لا لا سامعينه بس بس انا موطي الفوليوم ف المهم يعني بسمع يعني انت الفكرة كلها شايفة نفس الشوت اللي انا واخدها، بس انا هنا بتحرك. اوكي، يعني لو نرجع هنا مثلا، دي شوتس متاخده بالدرون، وبعدين انا هنا، بس الشوت دي مثلا انا الشوت دي انا عارف ان انا عايز الانجل دي، بس انا رايح لها، يعني انا بروح وبتحرك للبرسبكتيف اللي انا عايزه. فده التكنيك بتاعي، يعني انا التكنيك بتاعي اللي هو ايه فيري سلو كده موفينج. خليني احاول اشوف ريزوليوشن اقل شويه لان انا دلوقتي داخل على الواي فاي برضو من نفس ال لا مش ما فيش مشكلة اوكي. بس الفيديو ده موجود على your Vimeo account صح كده؟ فيميو، وهو يعني موجود على ممكن الويب سايت برضو، يعني هتلاقيه على الويب سايت الويبسايت؟ اوكي لما تدوسي فيديو عندي على الويب سايت هتلاقي الفيديوز كلها بتشتغل، لان هي كونكتد، الويب سايت عندي كونكتد بيجيب من فيميو على طول perfect البروجكت. بس ما اعرفش ليه هو مش راضي يلود دلوقتي. مش مشكلة ممكن نحطه مثلا على باوز نستنى خليني اقفل ده دلوقتي، يستريم خليني اقفل ده دلوقتي ونكمل.
البروجكت بتاعنا. اوكي، فهنا نخش على اللي بعده. ده ديزاينر هاني سعد انوفيشنز، ده في هاسيندا وايت. هنا مثلا في الشوتس اللي زي كده انا ساعات بلاقي ان في لوكيشن معين محتاج اشخاص، يعني انا بحس ان الحته دي محتاجه مثلا شخص يتحرك فيها، بيدي سكيل وبيدي يعني معنى اكتر للسبيس. اوكي، فساعتها يا اما بقى بناخد حد من الديزاين تيم، يا اما بناخد اسيستنت عندي وبتتحرك في البروجكت. يعني ساعات في اسيستنتس بياخدوا دريس مثلا معاهم ويبقوا ايه عاملين حسابهم ان هم يتحركوا. عشان كده انا كنت عايز اوريكي في الفيديو هنا، الفيديو كانت حد ما اعرفش حد تبع الاونر اصلا وافقت ان هي اللي تتحرك في البروجكت. اوكي، فكانت هنا عشان البروجكت ده كله ابيض خالص، فكان الدريس اللي هي لابساه اسود عشان يعمل كونتراست شويه مع البروجكت اوكي ويبقى باين. فدي مهمه برضو قوي انك تعملي حسابك في الاوتفيتس، تشوفي ايه الاوتفيتس اللي هتبقى مناسبه للبروجكت، للشخص الموديل اللي هيتحرك في البروجكت. هنا برضو فكره العلاقه ما بين اللي جوه واللي بره. اوكي، يعني انا محتاج ابين اللي بره شويه بس مش ما يبقاش غامق قوي عشان ما يبقاش ديستراكتنج. اوكي، انا بصور هنا الدايننج والاحساس بتاع اللاندسكيب اللي بره. البروجكت ده كان اللاندسكيب فيه يعني خطير، يعني من حاجات البروجكتس اللي حسيت ان اللاندسكيب بيضيف قوي كمان للاركتكتشر. صحيح. ده الجزء بتاع المدخل. وانتوا بقى يعني على الويب سايت هتلاقوا صور كتير جدا، انا كنت بس بجمع 5 شوتس كده من كل بروجكت عشان نجري فيهم بسرعه أي يعني. لكن الاكستيرير صحيح. بتاع ده يعني اللاندسكيب كمان هتشوف العلاقه ما بين اللاندسكيب والاركتكتشر قد ايه فعلا اضافت. يعني ده وقت التوايلايت برضو. البروجكت ده عشان اكبر وفي سبيسز اكتر واوض اكتر وكده، فده كان يومين للتصوير بس، الفوتوغرافي ما صورتوش فيديو. اوكي، اوكي هو حسب الكلاينت ما بيطلب مني، يعني هو بيطلب مني فوتوغرافي بس ده كان محتاج كفوتوغرافي يومين. لو كنت هصور له فيديو كمان كان هيحتاج يوم تالت. تمام، انا الكريتيريا بتاعتي هي السبيسز، عدد السبيسز مش شرط المساحه. يعني كل ما عدد السبيسز تزيد حتى لو السبيسز دي صغيره هي هتاخد مني وقت اكتر. تمام، ده بروجكت جود تالت بوينت. برضو في الساحل، ده سيشل. وده الديزاينر حسام نبيل اركتكتس. انت السبيسز وهو البيضة وراك وراك ما هو المود بتاع الساحل يعني، عارفه اللي هو لايت صحيح. كولرز وفيري برايتس، يعني برايت كولرز عامه، واحساس اللي هو الساحل ده. اوكي، انا اخترت الحاجات دي صحيح. عشان تبقى ايه علاقه ببعضها، عشان نتكلم مع بعضهم بس. يعني طبعا ريزيدنشال في عندي على الويب سايت حاجات بقى مشاريع كتير جدا، بس انا بينت لك بس أكيد. البروجكتس اللي هي ريليتد لبعض في الساحل. يعني هنا هتلاقي في كولرز برضو بس هي هاديه قوي. اوكي، صحيح. وده المدخل، دي عدسه بقى واو. اكستريم وايد انجل عشان اقدر اجيب لك ال 3 ديفرنت سبيسز، فدي عدسه وايد انجل واسعه قوي. اهي مثلا هنا السيستم بتاعتي هي لابسه دريس وماشيه، عشان ساعات بلاقي حته كده في الشوت يعني فاضيه محتاجه شخص، عارفه وانت بتصوري الشوت، فبروح واخد الشوت بتاعتي عادي وبعدين اروح ماشي فيها حد، فيبقى عندي كده وكده، يبقى عندي من غير الشخص وبالشخص، وبسلم الاثنين. يعني انا بشتغل اديت عادي خالص من غير الاشخاص، وبعد كده في الاديت بنحط لاير تانية بالموديل وبنحطها. ده وقت التوايلايت في سيشل، كان برضو السحاب كان عامل اشكال حلوة قوي. ايوه ساعات لو الدنيا، ساعات برضو يعني انا طبعا لو الدنيا طبيعية كده تمام بسيبها، لكن في ساعات تروحي تصوري بروجكت وتلاقي ان السماء مغيمة خالص، ففي الحالة دي انا بيبقى عندي لايبرري للسكايز. انا طول ما انا ماشي عندي، حتى في البيت هنا انا قاعد المكتب بتاعي فوق جنب الروف، فانا بطلع على الروف على طول واروح واخد شوتس للسماء. كل ما بلاقي سماء شكلها حلو باخدها وبعمل لايبرري كده، وقت التوايلايت ووقت الدي لايت ووقت مش عارف ايه، توقيتات مختلفة، وهل هي فيري كلاودي ولا سكاترد كلاودز حسب اشكال الكلاودز بحطها في لايبرري. يعني انا من الاشخاص اللي هتلاقيها منظمة جدا في حياتها، يعني فاي حاجة حلو اقدر ان انا والله. ارجع لها، يعني اي شوت معينة اقدر ان انا ارجع لها على طول، اي كلاود انا عايزها مثلا او اي شكل بروح راجع واخد الشوت دي حاططها از لاير
علشان انقذ الشوت يعني لو الوقت اللي كان مغيم مثلا. سلام. ده بروجكت سيتي ايدج سيلز اوفيس، ده في شارع 90. ده الديزاينر حسام ابو الفتوح، ودي من البروجكتس برضو اللي كانت تشالنجينج شويه في الديناميك رينج. يعني انا عندي حاجات منوره وحاجات ضلمه، وعندي سيلينج غامق وعندي شمس داخله من الجنب، فده محتاج مظبوط. ليرنج كتير، يعني محتاج اكسبوجرز كتير وابدا اركبهم على بعض. اوكي، هنا انا اهو، يعني انا اللي فوق اللي بيتحرك فوق في الكتله ده انا، يعني ايه ده؟ انا بتحرك. اه عادي، ما هو اي حد يتحرك بقى، اللي نازلين على السلم ماي اسيستنت، وانا فوق اهو بتحرك في الكتله. بنقعد نجرب اللوكيشن بتاعي فين، ونقعد بنعملها جوست شويه كده، يعني بتحرك بشويه علشان ما يبقاش ايه ايوه واخد العين قوي. يعني صحيح انا مش هدفي ان احنا نبص على الناس، انا بس بحسسك بالسكيل بتاع صحيح. السبيس. فده نفس البروجكت سيتي ايدج، ودي الشوت بتاعت بالليل. اوكي، اللي هي تويلايت. بس كده احنا نبقى خلصنا الشوتس. ما اعرفش بقى، اروح اشوف واو لك الفيديو ده بيوتيفول. غالبا. الفيديو ده غالبا مش راضي يلود، فاحنا بقى انا هنزل تاني بقى ونخش على موضوع الأسئلة. اوكي، بس خليني ممكن نتفرج عليه على الويب سايت عادي، عندي على نلاقيه على الويب فيديوز سايت. على الويب اوكي سايت، هتلاقي الفيديو بتاع لا سيستا بالظبط. خليني انزل. اوكي تمام، انت ممكن بس تبداي عارف يا نور، تسأليني. انا خلاص مبسوطة قوي ان انت كمان يعني عاجبني ان انت برضو you're exploring architecture through videography كمان، يعني through film، لان انت عارفة in بالظبط. our platform ما هو film انا my design احنا برضو الميديوم بتاعتنا فيلم. ف ما this انا is فاهم. a question that I personally كنت حابة جدا اسأله لك. هل انت يعني حابب ان انت يعني you go further و يعني to explore filmmaking اكتر، يعني to tell كده architectural stories through film، بصي، يعني ان انا احنا نعمل موضوع ال documentaries بقى؟ موضوع ال موضوع الفيديوز ده، انا I offer it as an option. يعني انا مش انا ال اوكي ال المين يعني سكوب بتاعي هو فوتوغرافي، اوكي لكن انا في يعني في projects كتير كمان انا ببقى interested ساعات ان انا اصورها فيديو لو ده يسمح. لكن مش هصور مثلا بروجكت صغير اللي هو مثلا حاجه ريزيدنشال وكده، انا ساعتها بريكومند يعني فيديوغرافرز تانيين. انا عندي كده تمام ليست اوف فيري كرييتيف يعني فيديوغرافرز، انا بريكومند them لو انا، لان انا كمان ما بيبقاش عندي وقت ساعة. يعني في الفترات اللي انا بشغال فوتوغرافي ما أي بيبقاش عندي وقت قوي ان انا اعمل ده وده، وما بيبقاش في أي وقت للايديتنج بتاع الفيديو. فعشان كده انا ببقى very selective في حته الفيديو دي. ممكن اوفر ات لو حد طلبها في بروجكت انا فعلا عايز اعمله فيديو، يعني فاهم قصدي؟ يعني زي مثلا لا سيستا ده، انا كنت مقتنع ان ده يعني ده فعلا محتاج يتعمل له فيديو قوي، فانا انفست وقت فيه، ما فيش مشكله. لكن في حاجات تانية بحس ان لا، هي الفوتوغرافي هي اللي هتبقى يعني بالنسبه لي هي الاهم في حاجة البروجكت أساسية. ده. وريكومند بقى فيديوغرافرز تانيين ممكن يعملوا الموضوع ده لو الكلاينت عايز يعني. أوكي بس ففي كام بروجكت كده بعملهم انا، في واحد كنت شغال عليه كمان لكلاينت عندي بتاع رخام اسمهم حسام زيتون، وهم كانوا بيعملوا بناخد البروسيس كلها من الاول. هم بيعملوا الاوبرا اللي هي هتبقى في العاصمة الإدارية، فهم دي بقى كمية الرخام اللي فيها يعني قوية جدا، فده كان محتاج الدوكيومنتيشن. فأنا رحت صورت في المصنع البيفور وبادئين، يعني اشتغلت بقى هم لسه بيعملوا ده بقى، ده بقى دوكيومنتيشن أكتر يعني، ده فعلا دوكيومنتري. بصور إن العمال اي وهم شغالين وبعمل وحاجات، لأن الرخام شغل الرخام ده فيه فن جامد جدا، في حاجات بتتعمل بالذهب وفي تقطيعات معينة. فبدأنا نشتغل على ده، الجزء التاني لما يتحط في الموقع بقى، لما يعني الجزء التاني هيبقى اركتكتشر بقى، فاهم قصدي؟ لما اروح اصور الفوتوغرافي بتاع السبيس هناخد الجزء التاني من الفيديو، هيبقى ده كده فيديو على بعضه، اللي هو
الميكنج كله، الميكنج كله بتاع السبيس. ففي حاجات حلو كده قوي. فيها فيديو، طب بس ده زي ما الفيديو بقول ده لك دي لسه مش خلصان اكيد صح؟ ده لسه ده لسه شغالين فيه. ده لسه. السبيس اصلا يعني الاوبرا لسه مش ما خلصتش اصلا، فلسه ايوه شغالين في لا ففي لازم حاجات تقول كده. لي بقى الفيديو ده يبقى موجود عشان ممكن نعرضه مثلا. شور. لا يعني في كده في كام فيديو ببقى شغال فيه بيبقى انترستنج. بس زي ما بقول لك دي بتبقى نسبه، يعني نسبه صغيره من شغلي، مش ده السكوب بتاعي خالص. انا السكوب بتاعي الفوتوغرافي ايوه مينلي. ايوه تمام. مفهوم. لا بس interesting. طيب تعالى ناخد بقى نشوف الأسئلة. اوكي. طيب في سؤال، في photographers that inspire you؟ بصي، موضوع الانسبريشن عامة ممكن نتكلم فيه كتير، لأن احنا يعني الناس اللي هي شغالة كانوا زي حالتي كده بيشتغل كل يوم، أنا ما عنديش وقت لانسبريشن. يعني أنا يعني مش بستنى. يعني لو أنت مثلا أنت عندك هواية وعندك وقت جامد قوي، تقدر انك تستنى انسبريشن معين، او تقدر ان انت تشتغل في الوقت اللي انت عايزه. اوكي، يعني انت تحدد، انا النهارده في مود كويس مثلا، فاقدر اشتغل النهارده، بكره انا مش هشتغل. اوكي، لاني حالتي مش كويسه. انا ما عنديش ده. يعني انا في شغلي انا عندي assignments وعندي dates وعندي deadlines، فانا بشتغل. يعني انا I show up for، يعني I show for work. اوكي، كل يوم انا بشتغل. طبعا لما بتشتغلي انت you get inspired بالبروسيس اللي انت شغاله فيها، لكن مش بنستنى الانسبريشن. يعني مش بفضل مستني كده ان لما تجيلي فكره ابدا اعملها مثلا. لا، انا بشتغل كل يوم وعندي حاجات بقعد اشوفها، وفي حاجات بتجيلي افكار وانا شغال فبعملها. فدول اظن ان دول تو، يعني تو سكولز او تو ابروتشز، ان حد يستنى حاجه مثلا لحد ما الفكره تجيله ويشتغل عليها، او ان حد بينزل يعمل حاجات كتير طول الوقت شغال، وبعدين الافكار بتجيله. خدي بالك، انت كل ما بتعملي حاجه كل ما بيظهر لك حاجات اكتر. يعني كل ما بتفتحي لنفسك فرص اكتر انك تشوفي حاجات جديده، غير لو انا قاعد في البيت وفاتح النت. يعني هشوف حاجات، بس مش هو ده يعني كل حاجه هشوفها. انا كل ما بنزل وبشتغل وبقابل ناس وبتكلم في حاجات معينه، ببدأ ان انا اشوف اكتر. اوكي، يعني discussion زي بتاعتنا دي ممكن تانسباير ناس، ده ممكن تانسباير أكيد. يعني ممكن انا وانا بتكلم افكر في حاجه معينه، فانا نفسي ابقى انسبايرد بحاجه معينه. ماشي، ممكن حد من الناس تسألني سؤال فانا I get inspired. فطول ما انت صحيح. شغاله انت الانسبيريشن هيجي. ما تستناش، انت ما تستناش ما تفضلش مستني ما بتعملش حاجه. اوكي، لازم تعمل حاجات، ولازم تكلم ناس أي. وتسألهم أسئلة وتعرف منهم وتقابلهم وتشوف شغلهم وحاجات كده، ممكن ساعتها تفكر في حاجات. هو ده يعني هو ده طريقة تفكيري في الموضوع. بس أي بس ما فيش شغل فبالنسبة فوتوغرافرز تانيين. للأركتكس، أنا طبعا في أركتكشر فوتوغرافرز أنا بحب شغلهم عامة، يعني ببقى متابعهم. يعني في أركتكت اسمه تيم جريفيس ده في كاليفورنيا، هتلاقيه في سان فرانسيسكو وفي لوس أنجلوس وكده. هو بي يعني هو وبيشتغل ساعات في الميدل ايست، يعني ساعات بيجي يصور مشاريع في الميدل ايست. انا طبعا شغلي في الميدل ايست، يعني انا تخصصي او الحته اللي انا بشتغل فيها في الميدل ايست، ما بين بقى دبي، الكويت، مصر، الحاجات دي. فده السعوديه، دي الحاجات اللي انا يعني دي المنطقه اللي انا مركز في المشاريع اللي فيها والكلام ده، وبحاول ان انا يعني اروح اكتر في دبي اعمل حاجات وكده. فلما اي اركتكتشر فوتوغرافر بيجي بيصور في مشروع في الميدل ايست، ببقى حابب ان انا اتابعه، لاني بشوف هو فكر ازاي في المشروع ده، عمل ايه الكلام ده. احنا بن لما بشوف الحاجه انا بفكر اكتر في البروسيس اللي استخدمت عشان يطلع الصوره. يعني انا مش الهدف ان انا اشوف الصوره واقول الله والكلام ده. ما هي الصور كلها اوكي حلوه، بس في حالات معينه انا ممكن تجي لي فكره معينه منها. يعني اشوف صوره مثلا لتيم جريفيس عملها غير معتاده. اوكي، يعني مش دايما الانجلز بناخدها بالطريقه دي، بس عشان البروجكت ده ليه شكل معين فكان فكر هو بالطريقه دي، فبقدر ان انا اتوقع هو ازاي فكر او البروسيس اللي هو مشي فيها عشان يوصل للشوت دي مثلا. فده الحالات اللي انا ممكن اشوف شغل ليه واتعلم حاجه.
فدي بتحصل طبعا، بس انا زي ما بقول لك ما بستناش، يعني انا ما بستناش ان ده يحصل، فاهمه قصدي؟ طيب نشوف سؤال تاني. Do you have any advices for 3D Max users? انا ما بفهمش في الكلام ده خالص. انا حاسس السؤال. لا يعني انا طول عمري برسم بايدي، زي ما قلت لك انا في الجامعه ال5 سنين انا برسم بايدي، انا برسم مانيوال ومشروع تخرجي مانيوال وكل حاجه مانيوال، فانا برسم المنظور زي ما الناس كلها اتعلمته، مش كلها قوي دلوقتي، انا ما اعرفش هما بيدرسوا المنظور ازاي، بس احنا كنا بنرسم نقطة ام وام في ونقعد بالتي الطويلة دي اللي انت شايفاها، نقعد ناخد خطوط تريسنج عشان نعمل المنظور. اوكي، ما اعرفش بقى الناس دلوقتي بتشتغل بتخش على طول على ال 3 دي والبرامج ولا لا، بس انا البرامج دي بالنسبة لي انا لا افقه فيها اي شيء خالص. انتوا متهيأ لي ان انتوا ممكن يعني تفهموا مثلا من الانجلز، او لما انتوا بتشوفوا انجلز كتير تتعلموا الانجلز من اللي انتوا بتشوفوه، او من ممكن يعني انا متهيألي الانجلز اللي انا باخدها ممكن تفيد حد بيشتغل في الريندر، بس مش هقدر اشرح له اي حاجه لان انا ما بفهمش في البروجرام، انت فاهم قصدي؟ انا ما بفهمش في البرامج اللي هم بيستخدموها، ولا الانجلز اللي بيعملوها، ولا اللايتنج اللي بيعملوه، انا ما بفهمش في الكلام ده، انا بتعامل مع واقع، انا بتعامل مع واقع قدامي وببدا ان انا اطلعه، غير ان هم بيبداوا من فروم سكراتش، يعني هم عندهم صفحه بيضاء خالص. اوكي، طيب نشوف سؤال ثاني. When and where will be the next course and how much is the course? اكشوال كورس انا ما اعرفش، ممكن ما يحصلش اني تايم سون خالص ان انا ادي كورس، انا عندي اونلاين كورس ده اللي انا كنت رحت مع ارت اند كرياتيفيتي صورته، ده في دبي عملناه في دبي، وده افيلبل، ده افيلبل لما حد بيبعت لي ببعت له اللينك، ولو دخلت عندي على الويب حلو. سايت ودخلت على الاباوت وبعدين ورك شوبس هتلاقي لينك للكورس موجود عندي في جوه الصفحه بتاعت ورك شوبس على الويب سايت، لكن كورسز الويب سايت امتى بقى بتاعك نور الرفاعي دوت كوم، مظبوط كده؟ او ممكن الرفاعي دوت كوم على طول، الرفاعي دوت كوم ده الدومين اوكي الاصغر، اي ال ار اي اف اي اي دوت كوم، وهو بيدايركت على نور الرفاعي دوت كوم على طول. ف اكشوال كورسز بقى انا ما اعرفش الناس هتقابل بعضها تاني امتى يعني، وتتجمع تجمعات والكلام ده يعني، بس ايوه ما عنديش فكرة عن actual courses لسه الصراحة. أيوة. طيب في سؤال هو، قررت امتى تختار كارير التصوير؟ ده تقريبا غطيناه في اول لايف، بالظبط فممكن بالظبط يا بالظبط، احمد بعد اذنك الاول لايف سيبناه على الاي جي تي في عن فيلم ماي ديزاين، ف اللي فاتوا اول لايف فضلكم ارجعوا للاي جي تي في. Thank you. طيب نشوف سؤال تاني. Best source to learn Photoshop. فوتوشوب موجود يعني everywhere على اليوتيوب، يعني انت لو دخلت، ما هو فوتوشوب ده عالم كبير، فوتوشوب بيستخدمه جرافيك ديزاينرز وبيستخدمه فوتوغرافرز وبيستخدمه الستريترز، يعني انت عايز تتعلم فوتوشوب فور فوتوغرافي، يعني الايديتنج بتاع الفوتوز، فانت هتلاقي على يوتيوب توتوريالز كتير جدا حسب التخصص، هو كل حاجه ليها التخصص بتاعها، اللي بيأدت بورتريتس غير اللي بيأدت اركتكتشر غير اللي بيأدت لاندسكيب، فاهمه؟ البروسيس نفسها بتختلف خالص، اللي بيأدت مثلا بورتريتس ده بيقعد يريتاتش بقى الحاجات اللي على الوش، وعنده حاجه اسمها فريكوينسي سيباريشن، ويبدأ يتكلم في ازاي ان انا اشتغل بالشارتنينج والتولز بتاعت الدوجن بيرن والحاجات دي، ماشي؟ هو بيتعامل مع وشوش، الاركتكتشر فوتوغرافر بيتعامل مع layers اللي هي السبيس، انا ايه الاضاءه، الاكسبوجرز، عندي اكسبوجرز محطوطه از لاير، وباخد ماسك عايز اعمل ماسكس ازاي، وببلند ازاي الاكسبوجرز دي مع بعض، فاهمه؟ فده كل ده طريقه تفكير أي. الاركتكتشر فوتوغرافر وفي الايديتنج، فده هتلاقيه على يوتيوب، يعني كل ده موجود، الدنيا كلها دلوقتي موجود توتوريالز قد كده على يوتيوب، لو انت بحثت هتلاقي مثلا، لو انت
بحثت عن blending exposures in architecture photography مثلا. ده هيجيب لك فيديوز كتير قوي عن البروسيس اللي شبيهة باللي احنا بنعمله. يعني هتلاقي طبعا في اختلافات شوية من فوتوغرافر للتاني، بس في حاجات كومون كتير. يعني طريقة تفكيرنا شوية كومون في ازاي ان انا اركب اللايرز دي فوق بعض. فده كله موجود على اليوتيوب. يعني طيب Do you have حلو. a degree طيب في for architecture photography؟ لا، انا ما خدتش degree. وهو في حالة الفوتوغرافي عامة ال education يعني ما بتبقاش، مش شرط ان هي تبقى formal. اوكي، ال education بتبقى ان انت بتقرا حاجات وبتشوف فيديوز وبتتعلم وتبراكتس، تاخد اونلاين كورسز او تنزل تاخد workshop. ما بتبقاش فورمال في الجامعه يعني. وده بينقرض اصلا، الجامعات اللي بتدرس فوتوغرافي دي يعني قليله جدا دلوقتي في العالم. ودلوقتي الموضوع كله بقى عباره عن كورسز وورك شوبس، فانت مش محتاج ديجري، مش محتاج ديجري في الفوتوغرافي خالص. انا كنت بدرس، انا درست في كذا جامعه ماده الكتيف اللي هي اركتكتشر فوتوغرافي، درستها في ام اس اي ودرستها في اكاديميه بحريه. دي مادة كانت جوه العمارة، أظن لسه بيعملوها يعني، بس أنا سبتهم بقى لي زمن. أنا آخر كورس تقريبا كان في 2009 أو حاجة كده، وبعد كده ما بقاش عندي وقت لأي تدريس خالص. بس قعدت 4 سنين في أكاديمية بحرية بدرس مادة إلكتيف اسمها Architecture Photography، وكان جزء كبير منها جدا البرسبشن. عشان كده اللايف ده جزء كبير منه قوي البرسبشن، قبل ما حتى ما تمسك الكاميرا يعني، كان قبل ما نمسك الكاميرا لسه. اوكي، وبعد كده نمسك الكاميرا بقى ونبدا نشوف بنستخدمها ازاي. وده الجزء السهل اللي هو التكنيكاليتيز، اللي هو البيزك بقى، بيزك فوتوغرافي، اللي هو الكاميرا بتشتغل ازاي وهي عباره عن ايه اصلا، والاضاءه بتخش ازاي والكلام ده. فدي الحته السهله في الموضوع. الاهم من ده كله ان انت تبقى فاهم عماره. يعني لو انت ما درستش اركتكشر يبقى انت محتاج وقت علشان تفهم العمارة عامة، تفهم المباني وتفهم شكل الصورة المعمارية ازاي، وتبدأ تتابع مجلات. يعني تشوف بقى ماجازينز عن اركتكتشر واونلاين بلوجز والحاجات اللي هي زي ارك ديلي مثلا، وماجازين بتاعت انتيريور ديزاين ودول ماجازين، الحاجات دي. واكونتس كتير جدا لاركتكتس على انستغرام، واكونتس كتير لاركتكتشر فوتوغرافرز على انستغرام. فتبدأ عينك تتعود لان انت ما درستش في الموضوع، Architecture فمحتاج ت Digest برضه. اه بالظبط Architecture Digest. فكل ده موجود اونلاين، وكل ده اكونتس موجوده. وعينك لازم بقى تبدا تعودها على الصور دي، تبدا تتفرج على صور كتير انتيرير واكستيرير، فعينك تتعود. فده براكتس لازم تعمله. لكن لو انت تمام. درست عماره فده اوريدي انت عملته، يعني ده اوريدي انت جزء انت عامله. فبتفرق من شخص وشخص ودراسته عامله ازاي. في سؤال، ايه السورسز اللي ممكن نرجع لها ونعرف النسب والقواعد الأساسية في التصوير؟ تقريبا you touched on that يعني. واي بيزك كورس بيتكلم عن الكومبوزيشن عامه، بس أي. الكومبوزيشن قواعد الكومبوزيشن دي فيري بيزك. يعني دي حاجات مبسطه جدا تقدر تعتبرها جايد لاينز لاي صوره او اي رسمه، حتى مش لازم اي مربع اي شاشه. يعني حتى وانت بتتفرج على فيلم، فانت بتتفرج على فيلم هتلاقي هم حاطين الناس ازاي في الفيلم. اوكي، انت ممكن تعلم التكوين من انك انت قاعد بتتفرج على افلام عادي جدا. انت عينك اوريدي اكيد اتعلمت التكوين، لان احنا حياتنا دلوقتي كلها في المودرن لايف يعني كلها معتمده على الفيجوالز. فانت طول الوقت بتتفرج على فيجوالز، تتفرج على افلام، تتفرج على مسلسلات، اللي الشخص واقف صحيح. منين وقاطعين كتفه منين والتاني واقف فين والكلام ده وبيمشوا ازاي. كل ده انت بقى عندك احساس ليه. فانت دلوقتي لما بتشوف صوره انت بتحس لو فيها تكوين مش مظبوط. اوكي، فانت اوريدي عندك، يعني اي حد من الناس اللي قاعده بتسمعنا هو اوريدي عنده somehow knowledge عن التكوين، عن الكومبوزيشن. أي. ماشي، انت محتاج بقى تشوف ده في الاركتكتشر، لان في الاركتكتشر هو يعني في زي ليفل تاني اعمق شويه، في انك انت ازاي تاخد الانجل، ازاي الفرنتشر عامل ازاي، علاقه الفرنتشر بالسبيس. دي حاجات بقى جديده عليك، دي الحاجات اللي انت ممكن ما تبقاش بتاخد بالك منها لو انت مش معماري. فمحتاج ان انت تبدأ تبص عليها وتشوف هما ازاي بياخدوا الانجل وبياخدوها منين وبيقطعوا فين والكلام ده. في سؤال، what's your next big dream؟ سؤال big dream.
يعني هو انا دايما ببقى بحاول ان انا ابقى فيرجن افضل من اللي انا فيه. يعني انا اركتكتشر فوتوغرافر، فانا عايز ابقى اركتكتشر فوتوغرافر افضل وهكذا. فانا دايما انا بقيس بنفسي، يعني انا فاهمه دايما كل سنه ببقى بشوف، برجع بص على شغل السنه اللي قبلها واشوف انا اتحسنت قد ايه. فانا دايما عايز ابقى بتحسن. اوكي، فده الدريم ان انت دايما الستيت بتاعتك ان انت you're always progressing، او دايما في تطور. التطور ده ممكن يبقى انا مثلا لو انا عايز ابقى احسن مثلا حد في مصر، انا بعد كده عايز ابقى احسن حد في الشرق الاوسط، عايز ابقى احسن يعني في المجال بتاعي. طبعا كل حد نفسه يبقى ده، فده شيء طبيعي جدا. في حاجات تانية نفسي ابقى اعملها كمان، يعني في حاجات زي هوايات او في passions تانية انا نفسي ان انا اعملها، فلازم ابقى اوجد لها وقت برضه، فان انا اقدر ان انا اشتغل بس يبقى في balance in life، ان انا مش حياتي كلها شغل، لا، ان انا برضو طبعا عندي عيلتي طبعا وعندي حاجات تانية عايز اعملها، والرياضة مثلا. يعني نفسي ان انا برضو احسن نفسي في حاجات في الرياضة. ففي حاجات كتير يعني، بس هو كلنا يعني ما فيش حاجة معينة اللي هو لو وصلت لها انا هقف. انت فاهم قصدي؟ هو دايما it's an ongoing process. انا دايما عايز ابقى احسن، صحيح. فدايما انا مكمل. لكن لو انا عايز نقطة معينة او انا عايز اوصل لحاجة معينة، طب ما انا لو وصلت لها ما انا هقف خلاص، مش هعمل حاجة بعد كده. صح فهي ما صح انا ما عنديش حاجة physical قوي، بس انا دايما عايز ان انا يبقى في تطور في شغلي. ودايما انا عندي الحتة دي اللي هو انت لو جيتي مثلا قلتي لي ايه اللي انت عامله ده مثلا، انا احب قوي اللي هو النظرة دي، اللي هو حد يجي يقول لي انت ليه عملت دي كده مثلا. او انا حتى بقول للاسيستنتس اللي معايا ان انتوا يعني يبقوا brutally honest، اللي هو ايه ده، ان انت يبقى ناقد قوي، يبقى ناقد قوي، لان انا في البروسيس دي وانا بفهم النقد ده انا بحسن نفسي. تمام، بحسن نفسي في حاجه معينه، حتى لو هي حاجه صغيره قوي، يعني حاجه صغيره جدا، اللي هو انا مثلا وفرت مثلا دقيقه في حاجه انا بعملها. اوكي، انا بحس ان ده انجاز، ان انا قدرت اوفر دقيقه في حاجة معينة، أو عملت حاجة وصلت لنفس النتيجة بطريقة أسهل وأسرع، بطريقة more efficient. كل ده بالنسبة لي يعتبر progress. فاهم قصدي؟ سهلت حاجة معينة، سهلت process معينة، بقيت straightforward في حاجة. فعشان كده أنا هتلاقيني دايما، يعني حتى في ناس ممكن تقفش عليا في التعامل، لأن أنا ببقى سريع و very straightforward في المعاملات كلها اللي هو professional يعني. فما عنديش طبعا حته مش فريندلي قوي، لو ما نقعدش نتكلم نص ساعه في التليفون والكلام ده، انا ما عنديش ده. انا اللي هو حتى يعني في مكالماتي عاده اللي هو تك 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 تك، بروسيس فيري فيري كويك، فيري ستريت فورورد، واضحه جدا، بتقلل كل المشاكل. فهو ده دايما اللي انا بحاول اعمله، يعني هو ده بالنسبه لي، ده كده انا efficient. لكن نخلص الشغل عادي براحتنا بقى، ممكن نبقى نتصاحب بعد كده. ما عنديش مشكله، بس هتكلمني في شغل هتلاقيني فيري ستريت فورورد وفيري efficient. فاي أحسن حاجه حاجة في بصراحة. ما هنا علشان برضو انت دايما، ما هو انت لو ما عملتيش كده مش هيبقى ليكي وقت تاني، هتلاقي وقتك كله بتبذليه في شغلك. فاهمه؟ لكن صحيح انا عايز اقلل قوي، ابقى فيري efficient في الجزء بتاع الشغل، علشان تقدري انا وانتي، يعني مش انا بس، انا والكلاينت بتاعي، يبقى عندنا وقت زياده نقدر نعمل فيه حاجه صحيح تانيه. فهو ده صحيح ان انت It's a great advice. بتماكسمايز. اه بالظبط. بس حلو، تمام، احنا ممكن ناخد مثلا سؤالين كمان عشان احنا طولنا عليك قوي يا نور، انا متأسفة. شور. بس الحقيقة اللايف لا لا، مفيش سوبر مشكلة. انترستنج، ف والناس كمان متحمسة، فعمالة بقى تسأل أسئلة. طيب ثانك. اوكي، طيب في سؤال، امتى بتنور وامتى بتستخدم امتى إضاءة بتنور في وقت وامتى المكان؟ بتستخدم اضاءة المكان؟ ايوه انا دايما، انا لسه حتى كنت قايل ده في لايف قبل كده، ان انا بعتمد على اضاءة المكان بشكل اكبر. انا بنور لما ببقى محتاج احل مشكلة. يعني انا عندي حتة مثلا غامقة قوي، مش هقدر ان انا اعتمد على اضاءة المكان فيها، فبنورها الحتة دي. ماشي، او عايز مثلا، يعني تقدري تقولي كده ايه ببساطة يعني شديدة، ان انا بحل مشكلة كان المفروض الديزاينر مثلا يبقى عاملها. تمام، يعني لو الديزاينر مظبط الإضاءة كويس قوي في الأمبيانت، نظريا أنا مش محتاج أنور المكان، لأن أنا هديكي نفس الإحساس ونفس المود اللي الديزاينر عامله. أوكي، بس ساعات بتحصل إيشوز، إيه مثلا؟ إن في إضاءة معينة هي أضعف في الحتة دي، مش منورة
المكان بالظبط زي ما الديزاينر كان عايزه مثلا، او في بالانس مش مظبوط، في جزء مثلا منور جامد قوي، في سبوتات مثلا جت بواتج اعلى مثلا فنورت حاجه جامده قوي، وفي حته تانية فيها مشكله او مظلمه شويه، فانا ببدا يعني ايه استخدم الاضاءه بشكل قليل بحيث انها تحل المشاكل دي. تمام، اوكي ده الابروتش بتاعي، يعني ده الابروتش بتاعي، وده اي ده ممكن يختلف من حد لحد، يعني ممكن الناس تخش تعتمد اكتر على اضاءه ارتفيشال، انا بحاول اعتمد اكتر على اضاءه المكان، لان انا بعتبر ان اضاءه المكان دي هو ده الديزاين، ده جزء من الديزاين بتاع الاركتكت، فلازم ان انا برضو احترم ده، يعني لازم ان انا صحيح. ابين المود ده، فده هدفي يعني. طيب لكن سؤال مثلا لو انا تاني، بصور فيرنيتشر، سوري اتفضل. سوري معلش، لكن لو لا انا لا لا بصور اتفضل. للفيرنتشر براند، تخيلي مثلا انا دخلت السبيس وبصور للفيرنتشر براند مش بصور للاركتكت، في الحاله دي هستخدم اضاءه، لان انا هنا مش ببين السبيس، انا عايز ابين الفيرنتشر، فبركز على الفيرنتشر، فبستخدم اضاءه توضح الفيرنتشر اكتر في المكان. اوكي، فانت دايما فكري انا بصور لمين، يعني مين الكلاينت بتاعي، مين اللي هيستخدم الصور دي، هل هو اللايتنج براند ولا الفرنتشر براند ولا مثلا الكونتراكتور ولا الاركتكت، كل واحد من دول لازم انا افكر بشكل مختلف في طريقه شغلي، غير يعني لو بصور الاركتكت غير لو بصور للفرنتشر براند، ساعات انا بصور لده وده، فساعتها بعمل أيوة. بحاول ان انا اغطي لده ولده، فاهمه قصدي؟ تمام، طيب احنا ممكن بقى ناخد آخر في سؤال. سؤال، في سؤال بيقول هل تحول الهواية لشغل بيقتل الاستمتاع بيقتل بالهواية الاستمتاع ولا لا؟ بالهواية. والله بص، هو دي إيمان، بصي هو ده حسب البرسبكتيف بتاعك، حسب نظرتك للأمور إزاي. أنا مثلا أنا دي حاجة، التصوير عامة دي حاجة أنا أوبسيست بيها، يعني دي حاجة مش هي مش بس هواية، أنا عندي هوايات تانية كتير، يعني تقدري تقولي مثلا إن أنا بلعب تنس دلوقتي كهواية، ماشي؟ تقدري تقولي إن أنا مثلا بحب، عندي هواية إن أنا نفسي أبقى أعمل حاجات خشب، يعني وود ووركينج، اللي هو النجارة يعني الوود ووركينج. لكن أنا بالنسبة لي الأركيتكتشر والفوتوغرافي، الحاجتين دول العلاقة ما بينهم دي مش هواية، ده أوبسيشن، يعني ده بالنسبة لي كده حاجة ما اقدرش ان انا اصلا ابطلها، ماشي؟ فهي مش فكرة استمتاع ولا مش استمتاع، هي حاجة بالنسبة لي انا طول عمري بعملها، يعني دي حاجة دايما في شغلة دماغي، فهي بالنسبة لي شغل او مش شغل انا بعملها، مش فاهمة قصدي؟ أيوة وبستمتع هي بيها، طريقة وبستمتع حياة. بيها في الحالتين. ايوة زي ما انت بتقولي، هي لايف ستايل، هي صح، هي لايف ستايل وحاجة انا متعود اعملها وبستمتع بيها وهفضل اعملها على طول، فدي حاجه. لكن في هوايات انا مش عايز، يعني مثلا الوود ووركينج مثلا انا مش عايز ان انا افضل طول عمري بعملها، اوكي؟ انا عايز ان انا اعملها مثلا في وقت فراغ، ان انا افكر في حاجه مثلا واحاول ان انا احققها ويبقى عندي اوبجكت كده انا عملته ابقى مبسوط بيه قوي، بس انا مش عايز اديه لحد مثلا ومش عايز ابيعه ومش يعني فاهمه قصدي؟ فدي هوايه مثلا، دي هوايه انا مش عايز اصلا ان انا اعملها كطريقه حياه كامله. خدي بالك، لان أيوة النقطه دي مهمه جدا، دي مهمه جدا، لان في ناس كتير بتبقى فاكره ان انا عشان دي هوايه بتاعتي فانا هي دي اللي انا هشتغل فيها بقيه حياتي كلها. لا، انت مش، انت ممكن لما تخش فيها تكتشف ان مش انت عايزها كهوايه، انت عايزها تفضل كهوايه اكشولي، انت بتحبها بس انت مش عايز تكمل حياتك كلها فيها. ففي حاجات كده في حياتي كتير، بس الاركتكتشر والفوتوغرافي الحاجتين دول حياتي كلها، يعني ده الاوبسيشن اللي انا عايز اكمل فيه. فدي تفرق، ماشي؟ دي تفرق، ان الفوتوغرافي لما بدات عندي كهوايه ما كنتش بصور اركتكتشر اصلا، انا كنت بصور حاجات كتير، كنت بصور سفريات ورحلات وحاجات كده، فالفوتوغرافي لوحدها كانت هوايه، لكن تصوير العماره هي بالنسبه لي دي حياه، يعني دي لايف أيوة ستايل زي ما انت قلتي كده. أيوة. طيب احنا ممكن بقى ناخد آخر بقى سؤال خلاص. مش تمام، عايزة أزعل حد والله، بس انت كل ما بتتكلم يا نور الواحد بيبقى عايز يسأل أكتر بصراحة. طيب في سؤال، هل بتحس بمشكلة كونك في مصر؟ بتحس ان انت مش قادر تصور قدر أشمل من العمارة بأشكال مختلفة؟
هو انا طبعا انا معتمد على الماركت، يعني انا طبعا شغلي معتمد على الاركتكتشر اللي موجوده في البلد او موجوده. انا مش بس في مصر، انا في حاجات برضو في الشرق الاوسط بصورها، بس يعني انا اغلب شغلي في مصر، فانا معتمد على المشاريع اللي بتطلع في مصر. فلما انا بدات من اكتر من 14 او 15 سنه، كان الماركت مختلف تماما عن دلوقتي. ماشي، الدنيا كلها بتتغير، انت كله بيأثر في نفس الفيلد. الديزاينر اللي بيجي يعمل حاجة جديدة وحاجة قوية، فالناس كلها تبدأ تبص عليها، ده بيأثر على الناس وبيأثر على الماركت. الماركت بعد كده بيقول الله، انا طب يجي حد تاني، كلاينت تاني يقول انا عايز اعمل مشروع زي ده، او انا عايز، او مثلا حد يشوف بيت حد صاحبه ينبهر بيه قوي، يقول انا عندي البادجت ان انا اصرف على بيتي واعمله بالطريقة دي، فيروح لديزاينر قوي يكون عمل المشروع ده. فهي الماركت بتاخد وقت عشان تتغير. اوكي، لما بتعملي انت دايما لما بتعملي حاجه كويسه بتاثر في المجال اللي انت فيه، ايا كانت بقى ديزاين، فوتوغرافي، اي حاجه، اي تخصص، حتى لو بتعملي ايتم صغيره جدا تخصصتي فيها وبتعمليها كويس جدا، هتاثري على الماركت كله. هتلاقي الماركت كله بيبدا يفكر في الحاجه اللي انت بتعمليها دي وازاي يستخدمها في المجال بتاعه. تمام، فعشان كده انا لما حد بيسالني مثلا ويقعد يفكر، انا مثلا عايز اشتغل الشغلانه الفلانيه علشان هي دي اللي ماشيه في السوق دلوقتي، لا، انت مش المفروض تفكر كده. انت كده بتفكر بالعكس. انت المفروض تفكر ايه اللي انا كويس فيه قوي وايه اللي انا مميز فيه، فلما هعمله هبدا اخلق ليه المجال. هتبقى انت الليدنج، اكنك انت اللي بتمشي في طريق اول واحد يمشي فيه والناس هتمشي وراك فيه. فاهم قصدي؟ فما تفكرش قوي، او ما تبنيش القرار بتاعك كله على ايه اللي ماشي دلوقتي. ما هو اللي ماشي دلوقتي ده هيتغير بعدين. ماشي، هو التغير ده سنة الحياة. اللي ماشي دلوقتي مش شرط انه هيبقى ماشي كمان 5 سنين، مش شرط هيبقى ماشي كمان 10 سنين. انت لازم تشوف ايه اللي انت مميز فيه، وايه اللي انت تقدر تكمل فيه، وايه اللي انت تقدر تتطور فيه. فانت كده بتخلق لنفسك الطريق اللي بعد كده الناس هتبدأ تكتشف بقى، هتقول يعني خدي بالك ان في تخصصات كتير ناس بتعمل حاجة واللي حواليه يقولوا عليه ده مجنون، انت بتعمل ايه؟ ده محدش هيشتري الكلام ده. وبعدين فجأة بعد فترة هو بيفضل يعمل الحاجة دي وبيفضل يبقى يعني مستمر عليها لان هو بيحبها جدا واوبسيست بيها. بعد فترة هتلاقي ايه ده مفيش حد بيعمل الحاجة دي غير فلان الفلاني، فاحنا كلنا شغالين، يعني كلنا بناخد منه الحاجة دي. فانت اللي بتخلق في الاخر لنفسك الفيلد. انا معرفش انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه، بس السؤال كان ايه؟ انا نسيت السؤال، بس انا خدني في الاتجاه ده يعني. لا فانا بس ف لا لا انت اجابتك في محل اجابتك في يعني I think you did answer the question. لا ابدا. اظن كده، انا اظن طب ان انا جاوبت على السؤال، بس اتفضل. مين المصممين في مصر اللي تحب قوي تشتغل معاهم وتصور شغلهم؟ ممكن بقى اجابتك تزعل شوية ديزاينرز بس يعني مين اللي ممكن لا يجي لك انا كده لازم، يقول لك كيف تشتغل معايا لا on this project لازم ابقى ومتحمس جدا؟ دبلوماسي في الاجابه دي، لازم ابقى دبلوماسي طبعا. ما ينفعش ان انا ايوه منشن حد من from my clients و I don't mention الباقيين. يعني انا بالنسبه لي كل مشروع اكيد لازم يبقى بالنسبه لي اهم حاجه المشروع اللي انا شغال فيه. يعني انا اي حاجه بعملها بحاول اعملها 100%. اوكي، ما فيش حاجه بالنسبه لي ايوه اهم من حاجه. طالما الكلاين ده يعني عنده البادجت وهو خلاص عايز يشتغل معايا، خلاص انا بالنسبه لي المشروع ده 100%، انا اي ديديكيت ماي سيلف للشوت ده وبعمله على افضل وجه اقدر اعمله. طبعا الفكره كلها بتحصل في ايه؟ مش في المشاريع، الفكره في ان في ممكن كلاينت يبقى مثلا يعني في معامله تكون افضل من كلاينت تاني، اللي هو مثلا يكون بيحترم مواعيدك مثلا، لما بيديك كلمه مثلا او بيديك حاجه معينه بيلتزم بيها. فدي ورك اسكس، دي مش فكره ان شغله احسن او مش شغله احسن. انت فاهم قصدي؟ يعني الناس كلها، ايوه انا شايف ان الناس كلها اللي انا بصور لها شغلها كويس جدا، فدي حاجه اساسيه. يعني انا شايف ان اي حد انا بصور له المشروع بتاعه فده شغله يعني هيبقى كويس. اوكي، المشكله ساعات بتحصل في الاسكس بقى، اللي هو طريقه التعامل. حد مثلا ممكن ما يبقاش منظم قوي، فاهم قصدي؟ فانا لازم بقى من كلاينت لكلاينت ابدا افهم الحاجات دي عشان ابدا اتجنبها او ابدا اتجنب المشاكل. يعني حد مثلا ما عندوش حته النظام دي قوي، ابدا ان انا اديله مثلا طريقه معينه ان انا اشتغل بيها. اوكي، علشان اتجنب المشاكل.
فاشوف مثلا حد معاه عنده، اتكلم مع حد مثلا في التيم عنده ان لازم هنعمل كذا كذا كذا، هنغير شويه من الحاجات دي، فاهمه؟ فبتعملي زي تيرمز، التيرمز انا عندي تيرمز ثابته على الناس كلها طبعا، وعندي تيرمز بتتغير حسب التعامل. يعني عندي مشكله حصلت مره او مرتين مع كلاينت، بغير شويه في التيرمز علشان احاول، انا هدفي كله في الاخر ان ما عنديش مشكله تتكرر مرتين. لو انت ده هدفك في الحياه يبقى انت دايما بتتطوري. لو انا وانا بتعلم حاجه جديده، لو انا قلت خلاص انا ما فيش مشكله هكررها مرتين، يبقى انا كل مشكله بعملها انا بتعلم حاجه، كل غلطه انا بعملها، يبقى انت تعملي كل الغلطات، يبقى انت تحاولي باسرع وقت تعملي كل الغلطات الممكنه، لان ده معناه ان انت كده اتعلمتي كل حاجه، فاهمه قصدي؟ فهي دي البروسيس، البروسيس ان انا كل الناس اللي بشتغل معاها ومكمل معاها دي ناس انا شغلها هيبقى قوي، وطريقة تعاملي معاهم عرفت ان احنا نوصل لفورميلا ان احنا نتعامل مع بعض بشكل طويل، لان هي ريليشن شيب، هي علاقة طويلة. طبعا لما انا بصور دلوقتي لبروجكت لحد لسه بيبدأ مثلا، هو بعد 5 سنين ممكن يبقى واحد من اهم الديزاينرز في مجال معين، فاهم قصدي؟ فانا المشروع اللي بصوره له دلوقتي بعد 5 سنين ده بالنسبة له هو دايما هيبقى فاكرني، دايما هيبقى فاكر المشروع اللي انا صورته له ده، وهيبدا دايما يعني عنده الايمج دي ان انا دايما كونسيستنت، انا دايما قدرت اطلع له افضل حل او افضل شكل للبروجكت بتاعه، حتى لو هو كان بيبدا او لو هو بقاله بيشتغل 10 سنين او 15 سنه. فده مهم جدا. حلو قوي بجد، شكرا قوي يا نور. احنا بقالنا ساعتين نتكلم، ميرسي لوقتك معلش جدا طولت جدا جدا. عليكم، وآسف لو في ابدا أسئلة ما قدرتش أجاوب احنا عليها اللي بقى. طولنا عليك والله، ميرسي كتير والله، قد ايه لا استفدنا فعلا. شور، ثانك يو. واسفه جدا للي ما عرفناش بقى نجاوب على اسئلته، لانه معلش. خلاص تصبح على خير. وميرسي يا دوب قوي الناس جدا تروح نور، تتسحر يعني. وكل سنة وانتم طيبين كلكم، وشكرا اللي سمعنا للآخر، واللي أجان فاتوا أول لايف، واللي فاتوا برضو شوية من اللايف ده، هنسيف اللايف في الاي جي تي في، وبرضو أول لايف تسيف الاي جي تي في على فين ماي ديزاين. وبس يا رب بقى إن شاء الله كلكم تبقوا بخير، وخدوا بالكم من نفسكم، وخلينا كده دايما نبقى متفائلين إن شاء الله. وناخد احتياطاتنا كويس. وبس، ميرسي يا نور، أوكي، العفو على إيه؟ العفو على إيه؟ يلا يلا، باي مع باي، السلامة، مع باي السلامة، باي. باي باي.